السلام عليكم ورحمة عليك. الله وبركاته، أهلا ومرحبا بحضراتكم جميعا. معنا طبعا يعني الأستاذ الدكتور مصطفى إبراهيم، مصطفى إسماعيل أبو ضيف. طبعا حضرتك غني عن التعريف يا دكتور. طبعا هو الاستشاري سي اف سي سي، بالإضافة إلى كونه أستاذ مشارك في جامعة الاي بي ام اس في سويسرا، ومهندس استشاري بالهيئة السعودية للمهندسين، وزميل معهد المساحين المهندسين المدنيين، وزميل معهد تشارترد للبناء بالمملكة المتحدة، ومحكم معتمد في مصر والكويت والبحرين والمملكة العربية السعودية، وزميل أستاذ في أكاديمية العدل للدراسات القانونية سنة 2017. حصل على العديد من الشهادات، منها البي ام اي والار ام بي والسي سي بي والكيو اي كيو ام اس والاي ار سي اي مانجمنت والبي ام بي والاي سي اي اي ار بي والاي ار اي سي اس والبي ام او سي والسي اف سي سي اي اي سي اي. ودي مش اول مره يكون معانا الدكتور طبعا من حضرتك يعني بتدرس، يعني واحنا فخورين جدا بوجود حضرتك معانا، واتفضل يا فندم. ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. النهاردة إن شاء الله رب العالمين موعدنا مع محاضرة عن الفيديكل الأحمر الإصدار الجديد 2017. بشكر الباشمهندس أحمد حسام، وبشكر بين أريبيا على الفرصة الجميلة دي اللي بتخلينا نتواصل مع بعض دايما. اتكلمنا في سابقا في مراحل سابقه عن الفيدك الابيض والفيدك الاصفر. النهارده هنتكلم عن الاصدار 2017 للفيدك الاحمر. هنستقل بالفيدك الاحمر. هدفنا من المحاضره دي ان شاء الله الشباب اللي هو فكرته حديثه عن الفيدك، هنحاول نديله فكره بسيطه ولكن تخليه يبتدي يقرا في الفيدك، والشباب المتمرس هينظر معانا هيبحر معانا في بعض التعديلات في الفيديك 2017، بحيث يقدر برضو يطلع ويتعمق في التعديلات دي، عشان لو حب يعمل درافتنج جديد لعقد جديد يبقى عارف هو رايح فين اذا فكر يستخدم 2017 ويترك ال 1999. طبعا احنا بنتكلم من 1999 ل 2017. تخيل حضرتك ال 18 سنه دي كم عقد اتكتب بالفيدك، كم منظمه اشتغلت بالعقود الفيدك، كم مشروع نجح ووجد مشاكل في عقود الفيدك. فاذا في عندنا ليسنز ليرنينج، في عندنا ليرنينج كيرف زادت واستخدمت في الاصدار الجديد 2017. انا اسمي مصطفى اسماعيل، مش غني عن التعريف زي ما بيقول الباشمهندس احمد. انا خريج جامعه عين شمس 1988، دي الحاجه الوحيده اللي ما قالهاش. قسم انشاءات. ان شاء الله نقضي وقت مفيد للجميع باذن الله. الموضوع بتاعنا عن الفيدك الاحمر. دي بياناتي بالعربي، بيانات الاتصال. في ابروتش انا بستعمله مع الشباب المحترفين اللي زي حضراتكم كلكم، او الشباب والغير الشباب المحترفين اللي زي حضراتكم كلكم. بنفكر ازاي نتعامل في مشروع ابروتش برو اكتيف، انا مسميه الزيرو فيلد بروجكت. الزيرو فيلد بروجكت دي بتعتمد على انك دايما تكون مبادر في مشروعاتك، سواء انت مدير مشروع او مدير عقود او ممارس، مهندس ممارس جوه فريق العمل بالمشروع، ان اني بارت او ان في الاورجنايزيشن الشارت بتاعت المشروع، انت مطالب تكون مبادر. مفيش اي ديسبيوت حاولنا نحله او كليم اشتركنا فيه كخبراء او كمهندسين الا وكنا بنبحث عن الابروتش اللي اسمه برو اكتيف ابروتش من البراكتيشنرز كلهم، وكنا بنسعد كثيرا لما نجد ابروتش البرو اكتيف ابروتش proactive approach متوفر، الاسلوب المبادر متوفر، وكنا بنعض على اصابعنا لما نجد ان الممارسين كان يمكن ان يكونوا افضل مبادره من الذي قاموا به خلال مده المشروع. تحزن مثلا لما تروح تلاقي ما فيش
نوتس صدرت للكليمز او في ميعادها او ما صدرتش اصلا. تحزن اكتر لما تروح تجلس مع رئيس مشروعات، رئيس نائب رئيس مجلس اداره شركه درجه اولى تصنيف اول، وتقعد تتكلم معاه في الكليمز، يكون عايزك هو في كليم كراجل خبير كده، وتلاقي بيقول لك اه يعني انت تقصد يعني نأمن نفسنا. صدقا صدقا الراجل ده قال لي الله يمسيه بالخير، راجل عزيز وخريج معانا برضو جامعات كويسة، الراجل ده قال لي كده سنة تقريبا 2014، وللأسف على 2018 الشركة دي وصلت لمستوى بعيد جدا 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 جدا، ومن أسبابها المشروع اللي كنا بنتكلم فيه. وانت في المشروع حضرتك افتكر معايا دايما زيرو فيلد بروجكت، نمرة اتنين الكونتينوس بيزنس ريليشن شيب. يعني ايه كونتينوس بيزنس ريليشن شيب؟ يعني حضرتك النهاردة في مشروع انت بتمثل احد الاطراف غالبا او الاكثر من ثلاث اطراف، لتكن الاستشاري او لتكن المالك او لتكن المقاول. ان شاء الله رب العالمين انت بتتعامل مع بلدية ومع امانة ومع شركة كهرباء ومع وزارة كهرباء ومع وزارة مية ومع ستيك هولدرز. النهاردة انت في مكة مع الستيك هولدرز، بكرة بعد سنة انت في مشروع تاني مع نفس الستيك هولدرز. فمطلوب منك حضرتك انك لما تروح هناك تروح بسمعتك الناجحة، تروح بمبادرتك البرو اكتف، انت راجل مبادر، انت راجل ناجح. فشركة اكس لما هتروح من الرياض الى مكة تشتغل او من القاهرة الى اسكندرية وتتعامل مع الستيك هولدرز، يقول لك اه الباشمهندس كريم او المهندس محمد هم كان معانا في مشروع مشابه في القاهرة وكان مبادر جدا، او في عمان وراح اربد وكان من النوع الامين المبادر اللي بيسعى للعلم والتعلم. من هنا بتجد النجاح بيلازمك، واذا ما كنتش بتجد النجاح ممكن تجد العكس. على الاقل انت عليك تعمل اللي تقدر عليه في اطار علم، في اطار علم واطار مستندي، عشان تحافظ على حاجه اسمها بيزنس كونتينوس بيزنس ريليشن شيب. ينفع انا مدير عقود ولا ينفع انا مدير مشروع وافكر في بيزنس وافكر في ريليشن شيب؟ ده انا راجل عايز اخلص برنامج زمني بالعافيه. ايوه انت لازم تخلص البرنامج الزمني وتبني للمستقبل بتاع شركتك. السنه الجايه ما تاخدش شركتك وتطلع بيها مدينه جديده يقولوا يا خبر ابيض المقاول ده جه تاني، المقاول ده هيجي يتعبنا معاه تاني. الفيدك طبعا متقسم اربع عده مستويات. بصفتنا بنبص على الشغل من فوق، مش فاتحين الملف، بنفكر باسلوب برو اكتف، مش فاتحين السطر وبنقرا كلمه كلمه. فبقول لك انت اصلا جاي هنا تعمل ايه في المشروع؟ انت سواء انت زي ما بقول لك مقاول استشاري مالك، انت جاي تعمل ايه حضرتك؟ انا جاي اشتغل. تشتغل ليه؟ عشان اكسب او عشان انشئ فاسيليتي او مرفق او مبنى. طب يبقى انت جاي تكسب فلوس او تكسب فاسيليتي، يبقى احنا مش جايين هنا عشان اكتب فيك خطابات وحضرتك تكتب خطابات. يبقى يلا نعمل عقد متوازن، نعمل عقد ناجح ونبتدي ننفذه. طيب هل الفيدك ريد بوك ده ينفع؟ نعم الفيدك ريد بوك ينفعنا، او هو النموذج بتاعنا النهارده وهو اللي هيساعدنا على النجاح باذن الله رب العالمين. بس نفتكر مبادر كونتينوس ريليشن شيب، نمره ثلاثه انت مش جاي تكتب خطابات او جاي تداري عليا برنامج زمني او انا ارفض لك برنامج زمني. احنا جايين نعمل مدرسه، جايين نعمل برج، جايين نعمل مستشفى ونخلصها ونروح نشوف اكل عيشنا تاني. هنطلع من مصر على افريقيا، هنطلع من السعوديه على الكويت، على الامارات، الخ الخ، او داخل المدن. فنفتكر احنا جايين نشتغل مش جايين لحاجه تانيه خالص. طيب ايه هو الفيدك ده؟ اللي الناس اللي ما تعرفش، الفيدك ده منظمه عاديه خالص اجتمعت من سنه 1913 ثلاث جمعيات مهندسين. قبل ما ابتدي مالناش دعوه بالدول، احنا مش بنتكلم عن دول خالص، بنتكلم ببساطه ليكن عن جمعيه مهندسين زي جمعيه المهندسين الكويتيين او
هيئة السعودية للمهندسين، نقابة المصر المهندسين الأردنيين، نقابة المهندسين في السودان، في مصر، في أي مكان. ثلاث جمعيات اجتمعوا سنة 1913، قالوا احنا بنشتغل في مهنة مهمة قوي، في دومين مهم اللي هو الكونستراكشن، عايزين نبتدي نتكلم عن العقود ونعمل منظمة تهتم بالعقود. فسويسرا، جمعية سويسرية فرنسية بلجيكية اجتمعوا وكونوا هذا المنظمة أو هذا الاتحاد. هذا الاتحاد ليس لدول، هو لجمعيات. ما ينفعش تيجي تقول لي انت مكتب ايه، انا مكتب الدكتور محمد في السعودية. طب انت مكتب الدكتور محمد انت عضو في الفيدك؟ لا مالكش دعوة بيا، انا عضو في الهيئة، في نقابة المهندسين المصريين والتي هي عضو في الفيدك. بعد كده بقى الفيدك نحب نعرف ايه تاني. مؤتمر بقى في 1913، مؤتمر في بيرن في سويسرا في 1914، وتاريخ عمال يمشي من 1913 الى 2017 اخر اكشن، حتى في 2019 في اصدار اسمه الجولدن برينسيبلز. الفيدك اصدر عقود مختلفة بلون كتاب. شوف الكتاب ده كده، نشوف الكتاب اللي معايا ده لونه ايه. ده لونه ازرق مثلا، دي اجندة على فكرة، دي باير كده معايا لونها ازرق. هو راح ماسك الجلدة دي وابتدى لما فكر وعرف تخصصات مهنة الكونستراكشن، قال لك انا عايز اعمل مثلا عقد للديزاين بيت بيلد اللي هو يصلح للانجينيرنج والكونستراكشن باي امبلوير. يعني ايه؟ يعني الفيلا العادية خالص اللي حضرتك بتبنيها لما بتشتغل في دول غنية، بتروح تبني فيلا. فلما تبني فيلا لنفسك بتقوم جايب مهندس مصمم، ثم تطرح التصميم اللي يعمله لك بالبي او كيو بمستندات العقد في الجريدة، تقول انا عايز مقاولين ينشئوا لي الفيلا، ثم ترسيها على مقاول وتفكر مين يشرف عليها. بيقول لك ديزاين بيت بيلد، ده النوع التراديشنال خالص للعقود. راح عامل جلدة كده بدل الازرق دي، عملها لونها احمر وقال لك ده الفيدك الاحمر. طيب مفيش فيدك ابيض؟ بص ورقة بيضة كويس. لقيت راح عامل واحد تاني زي كده لونه ابيض وقال لك ده الفيدك الابيض بس الجلدة لونها ابيض. فيدك الابيض والمحتويات اللي جوه تصلح لحاجه اسمها انجينيرنج سيرفيس اجريمنت بين المهندس الاستشاري وبين المالك. المالك بيسميه رب العمل، وما بيحبش كلمه انا ما بحبش كلمه رب العمل، بسميه صاحب العمل او المالك. اللي بعد الابيض فيه عمل واحد اصفر. الاصفر ده ينفع في ايه؟ للديزاين بيت بيلد. يعني ايه ديزاين بيت بيلد؟ لما يكون انت كمالك، ابسط مثال، عندكش وقت تضيعه في انك تعمل ديزاين والموضوع كومبليكيتد ومش واضح قوي، بتعمل ديزاين بسيط سريع. ممكن تسميه كونسبت ديزاين وتحط عليه شويه امبلوير ريكويرمنت، ثم تطلقه للمقاولين وتقول ده اسمه ديزاين بيلد، ديزاين اند بيلد اللي هو العقد الفيدك الاصفر. مش هندخل، طب قلناها قبل كده، عملنا محاضره فيدك اصفر. بعد كده السيلفر اي بي سي، يعني ايه؟ يعني تسليم مفتاح، يعني اعمل لك امبلوير ريكويرمنت شويه صغيرين خالص، ورقتين 3 5 10، وادهم لك واقول لك حضرتك يلا يا مقاولين ادوني عرض سعر بناء على هذه المتطلبات البسيطه. لازم تكون مقاول كبير قوي في الباور ستيشن، لازم تكون كبير قوي، مقاول متمكن جدا في المستشفيات، عشان اقول لك انا ما عنديش تفاصيل بالفعل، انا مستثمر جديد في المستشفيات، انا عايز من حضرتك مستشفى سريع كده، ما عنديش وقت اعمل تصميم، ما عنديش وقت اجيب استشاري، انا عايز منك مستشفى 500 سرير او فندق 7 نجوم ينافس عالميا مع شويه ايه ريكويرمنت. عايز حمام سباحه اولمبي، عايز حمام سباحه صغير، عايز حمام سباحه يكفي 100 غرفه، ايا كان امبلوير ريكويرمنت محدده. عملنا بقى الازرق ده برده معايا، انا اللون الازرق لازم استغله. اللون الازرق ده ريكليميشن اللي هو للدريدجنج، وفي بقى الايه تاني، في البرتقاني للبي او تي، بي او تي بيلد اوبريت ترانسفير. دي كل دي مقدمه. الفيدك دستور؟ لا. الفيدك كود؟ لا. الفيدك اجباري؟ ها نو. الفيدك ليس له بديل؟ نو. له 100 بديل. الفيدك احسن واحد؟ لا مش احسن واحد، فيدك كويس، فيدك جيد جدا، الفيدك قد يصل لممتاز في بعض الاحيان،
الفيزيك مشهور جدا جدا جدا. طب انا استفيد ايه من الشهره؟ استفيد الليرنينج كيرف، استفيد الليرنينج كيرف، استفيد الممارسات، استفيد الليسونز ليرن، اتصل بماي بيرز زملائي في المهنه اقول لهم حد فيكم اشتغل فيدك؟ الاقي ثلاثه قالوا نعم، الاقي 10 قالوا نعم، وابتدي افهم معاهم. لما اكون بنفذ انا مشروع كاونر كامبلوير فيدك وعايز اخد ريت فيدك وبدور على كونتراكتور فاهم في الريت فيدك، هلاقي عندي كتير فاهمين في الريت فيدك. ولكن لو كنت بفكر في عقد تاني ما هوش فيدك هلاقي برضو، بس مش هيكون بالليسنز ليرند المتراكمه والخبرات المتراكمه للفيدك. في طلع مستند جديد اسمه فيدك جولدن برنسبل سنه 2019، في 5 مبادئ ذهبيه للفيدك هنقراها مع بعض وهنشوفها مع بعض. ما انتش هتستفيد كتير لما امسك لك بنود الفيدك بند بند ونقعد نقراها مع بعض. احنا بناخد بنتصور ما هو الفيدك، بنفهم ما هو الفيدك او ما هو هذا النوع من العقود. في ديسمبر 2017 يوم 5 اصدر اتحاد الفيدك اخر نسخه اللي انا بتكلم عليها، اصدر فقط ثلاثه جداد. ايه هم؟ الاحمر في نسخه اسمها 2017، الاصفر، حد فاكر الاحمر يعني ايه؟ يعني الدي بي بي. الاصفر يعني ايه؟ انا اللي عايز يمسك المحاضره يحاول يحفظ معايا. الاحمر اللي هو التراديشنال العادي خالص، اللي هو الفيلا اللي انت بتعملها لما ربنا ايه ييسر لك امورك. ثم الاصفر ده المصنع بتاعك اللي هتعمله لما ربنا ييسر لك امورك بعد الفيلا. بعد كده لما تفتكر تبقى راجل مستثمر ومطور وبتصرف على الحكومه كمان وبتعمل اي بي سي ديزاين تيرنكي بروجكت و باور بلانت، سبستيشن كبيره جدا، فاسيلتيز ووتر تريتمنت بلانت بتخدم مدينه بنها ولا مدينه كبيره جدا في السعوديه ولا مدينه صغيره، المهم المعطيات قليله، العمل كومبليكيتد وفي افكار. طيب الاصدار الثاني ده كويس؟ كويس جميل. في تغييرات؟ في تغييرات. طب التغييرات دي يعني رايحه على اتجاه ايه؟ انا واحد بفهم بالفيدك، قول لي يا دكتور هو التغييرات دي هتعمل لنا ايه يعني؟ والله التغييرات دي المين تشينجز اللي فيها قال لك امبروفد كونتراكت مانجمنت، ساعدك شويه، انا ساعدك شويه في الكونتراكت مانجمنت. هيتبسط جدا الناس اللي شغاله في جزئيه البي اي بي والبي ام بي، الناس اللي بتعمل في المشاريع الميجا او حتى المشاريع الكبيره فقط، بتعمل بي اي بي بروجكت اكسكيوشن بلان او بتعمل بروجكت مانجمنت بلان. يعني ايه؟ يعني هو الكلام بتاع البي ام اي ده بيتطبق؟ نعم بيتطبق بحذافيره، ممكن مش بالبروسيدور بتاعه البي ام بي، ممكن مش بالتولز اند تكنيكس بتاعه البي ام بي، بس انت عشان تنجح في مشروع بالفعل انت محتاج يكون حواليك وتنجح في كليم. اهم حاجه تبص عينيك دلوقتي على الكليم ديسبيوت، انت عندك حاجتين عايز تحقق بروجكت اوبجكتيفز، والشاطر يكتب لنفسه دلوقتي بسرعه ايه هي البروجكت اوبجكتيفز، وفي نفس الوقت لما تقول لي ايه وذين ذا كوست اند تايم، وذين ذا كوست اند تايم، يبقى مفيش كليمز يا باشمهندسين، او الكليمز اتحلت او الداب بقت افكتيف، الديسبيوت افويدنس ادجيديكيشن بورد اتشكلت وجابت نتيجه وعملت شغل ممتاز. يبقى انا عشان انجح في كليم او انجح في بروجكت اوبجكتيفز اللي انا بقولها على طول، تو اتشيف ذا بروجكت اوبجكتيفز وذين اتش كونسترينتس، السبعه كونسترينتس او الثلاثه تريبل كونسترينت بتوع ريتا، او البروجكت اوبجكتيفز اللي انا وانت حافظينهم، السكوب والتايم والكوست والايه كمان والكواليتي. وفي ناس بتقول لك طب والسيفتي ما يضرش، وفي ناس تقول لك والستيك هولدر ممتازين، طب والريبيوتيشن بتاعه الاطراف، كل دي اوبجكتيفز. طيب يبقى انا عشان اساعد الاتجاه ده راح الفيدك مساعدني وعامل لي امبروفد بروجكت مانجمنت بروسيسز اند بروسيدجرز. الديسبيوت افويدنس، افويدنس ازاي افويدنس؟ احنا كنا عندنا الداب بتجيلنا وتحل مشاكل تحل مشاكل، لا دلوقتي بنحاول نتفادى المشاكل، نتفادى الديسبيوت، نتفادى الكونفليكت بين اطراف العقد. كليمز بروسيس بقت الكليمز المطالبات ليها بروسيس اوضح شويه من ال 99، ال 99 كان معقول جدا، دلوقتي قبل ال
بروسيس بيبقى فيه ديترمينيشن واجريمنت حسب الكلوز 3.7 عند عند المهندس، ولما نفشل نروح للداب، وخلال ده ممكن نعمل الكليم، والاستشاري بقى يراجع الكليمز بطريقه بشكل بحيده وباسلوب محايد. الانجينير رول واضح زياده، وبقينا نقول له خليك محايد، خليك عندك حيده. الليمت اوف ليميتيشن، ليمت اوف ليميت سوري ليميتيشن اوف لايبيليتي، ليميتيشن اوف لايبيليتي بقت ليها حدود واتوضحت اكتر ونزلت في البند نمره واحد، الكلوز نمره واحد بدل ما هي كانت متاخره. ريمبرسمنت، التعويضات عن اي دامج بقت فيها وضوح. الاكستنشن اوف تايم زاد الامكانيه اعطاء الاكستنشن اوف تايم في بعض البنود زي الستيك هولدرز او الانتيتيز الخارجيه، لو اخرتك مثلا شركه خدمات، شركه تمديدات خارجيه. طيب في جديد هنا او ايه هو بقى؟ برضو دي هتخص شويه الناس المتعمقه في ال 99 وتخص الناس الجداد او اللي اول مره يشوف ده. الاستراكشر للفيلد ده اورجانيزيشن شارت، اللي عايز يفهم اي حاجه في البروجكت مانجمنت يفكر يعمل اورجانيزيشن شارت دايما، ويفكر يعمل بروسيس فلو شارت. لو عرفت تعمل اورجانيزيشن شارت لموضوعك او تعمل لموضوعك برضو بروسيس فلو شارت، فتاكد انك فاهم انت بتعمل ايه. لما تكون داخل على تاسك وترسم لها دي او تعمل لها بروسيس فلو شارت، فانت فاهم انت رايح فين. اوكي يا باشمهندسين، يا ريت نكتب عندنا الملحوظه دي. يبقى انت لازم تهتم بالبروسيس فلو شارت والاورجانيزيشن شارت. ده السكيلتون. السكيلتون اهو الهيكل العظمي. في ايه السكيلتون؟ كونتراكت اجريمنت، كونتراكت اجريمنت. في ايه كمان؟ اتفاقيه العقد اللي هي خمس ورقات، ست ورقات، سبع ورقات. ثم ليتر اوف اكسبتنس. يعني ايه ليتر اوف اكسبتنس؟ بعد ما حضرتك الملك بيوافق على عطائك بيعمل لك ليتر اوف اكسبتنس. حد عارف هو بيعمل ليتر اوف اكسبتنس ليه؟ تعالوا بالمره بسرعه نقول ثلاث جمل مفيدين جدا للجميع. اي عقد عشان ينشا لازم يكون فيه ثلاث اركان اساسيه، احيانا بيبقى اربعه في بعض الاحيان لو الشكل ركن. ايه هم الثلاث الاركان؟ اللي هو الرضا بيسموه التراضي، المحل، والسبب. يعني ايه الرضا؟ يعني التراضي. يعني ايه التراضي؟ يحدث ازاي؟ يعني الحكومه تعمل اعلان في الجريده تقول لك انا مقدمه طلب ايجاب، طلب ايجاب عطاء. اللي عايز يقدم اجابه على سؤالي، على طلبي، يجاوب لو سمحت. فانت كمقاول بتعمل ايجاب وتبعت سعرك. لما تبعت سعرك الحكومه او صاحب الفيلا اللي هو انت في يوم من الايام هتوافق. فيبقى لما حضرتك صاحب العمل نشر في الجريده طلب ايجاب، والموجب اللي هو المقاول قال يس انا هنفذ ب 10 مليون الفيلا، ثم المالك صاحب العمل وليس رب العمل وافق انك تنشئ له الفيلا بال 10 مليون وبشروط معينه، اصدر لك خطاب اسمه ليتر اوف اكسبتنس، خطاب قبول. يبقى حدث التراضي. يبقى اول ركن تم. ثاني ركن ايه هو؟ المحل. هو انت عايز المقاول ده يعمل ايه؟ يعمل فيلا. طيب اوكي، ادي المحل. يبقى في محل مشروع، قصة يعني مواضيع طويله شويه مش وقتها. محل مشروع فيلا. اوكي، يبقى الفيلا ده شيء كويس قوي، الفيلا دي شيء مشروع، شيء مشروع. ينفع تقول انا هروح ابني كوبري كده لنفسي انا قطاع خاص وهبني كوبري فوق النيل؟ لا، ده عمل غير مشروع. في اعمال ثانيه كلها كتير حرام تتقال عليها محل غير مشروع. السبب بقى انت عايز تعمل الفيلا لايه؟ للسكن. ينفع اعمل الفيلا لشيء مشروع برضو، السبب بتاعي مشروع اللي هو هسكن، هاجر، هفتحها مطعم. ينفع اقول هفتحها نادي حاجه حرام؟ لا ما ينفعش. يبقى السبب لازم برضو يكون مشروع. لا، بعد الليتر اوف اكسبتنس في شروط خاصه. يعني ايه شروط خاصه؟ يعني مش النموذج بتاع الفيدك. الفيدك مديني حاجه اسمها جنرال كونديشنز كتير، 21 كلوز في اكتر من 100 ورقه. هو بيقول لك ده مبادئي، اشتغل كده. عايز تعدل، روح عدل في البارتيكولار كونديشنز. يبقى السؤال اللي اكتبه عندي في الاجنده بتاعتي ينفع اعدل في الجنرال كونديشنز؟ دكتور مصطفى بيقول لك
ارجوك نو. لو انت محامي بقى زي الله يرحمه الدكتور عبد الرزاق السنهوري روح عدل، انما انت لسه بدري، او كل شركاتنا لسه بدري انها تعدل في الجنرال كونديشن. دونت، ما تعدلش ابدا في الجنرال كونديشن، عدل في البارتيكولار كونديشن، شروط الخاصه. العقد السعودي الجديد سماها ايه مهندسين اللي درستوا عقد سعودي؟ شروط تفصيليه للعقد الجديد اللي 2019، اللي هي هنا الشروط الخاصه. الشروط الخاصه ده نصفين او جزئين. كونتراكت داتا، كونتراكت داتا ده اللي انت بتكتب فيه مثلا غرامه التاخير، اللي انت بتكتب فيها مده تنفيذ المشروع 300 يوم. السبيشال بروفيشن دي بتكتب فيها الشروط الخاصه الاداريه والغير رقميه. وبعد كده عندك السبيسيفيكيشنز اللي احنا سوري نرجع هنا للجنرال كونديشنز اللي قلنا عليها، ثم الشروط العامه كلنا عارفينها، ثم للسبيسيفيكيشنز اللي هي المواصفات، ودروينج وسكيدولز. يعني ايه سكيدولز؟ ليس البرنامج الزمني. الناس البلانرز نعتذر لكم، لا الناس السكيدولرز نعتذر لكم، ليس البرنامج الزمني، ليس البي 6، وليس البرامافيرا. قد يكون البرامافيرا واحد منهم اللي هو الايه الانيشال سكيدول او التندر سكيدول، ولكن هنا ممكن احط بي او كيو، هنا احط داي ريتس. داي ريتس معايا؟ ممكن احط اقول لك جدول الايكويبمنتس اللي مطلوبه للمشروع ده، جدول العماله اللي مطلوبه، الجي في اندرتيكنج، تعهد الجي في لو وجد جي في للمشروع، جوينت فينشر. يعني ايه جوينت فينشر؟ تحالف شركتين ينفذوا هذا المشروع، والشركتين قائمين وشغالين في مشاريع اخرى. الكونسورتيوم، تحالف شركتين او اكثر لانشاء شركه جديده خالص اسمها شركه هذا المشروع. اني اذر دوكيومنت بقى، الادندمز والابندكس والاتفاقيات والكويشنز اند انسرز والى اخره. ده السكيلتون بتاع الفيديك، ده السكيلتون بتاع الفيديك الاحمر. تحت الجمله الاخيره دي ممكن تحط 10، ممكن تحط 5، تحط 20 مستند از يو لايك، بس خد بالك من الترتيب ومن الجمل اللي جايه المهمه دي. بيوصينا دي بقى منقوله نقلا من مقدمه الفيديك. بيقول لك ايه؟ بيقول لك في عندك، نرجع هنا تاني، في عندك هنا بارت A وبارت B، دي هتغذيها كتير انت، وانت بتغذيها لو سمحت خد بالك ما تأثرش كتير على الجنرال كونديشنز. يعني ايه؟ يعني لما يقول لك ان النوتس 28 يوم للنوتس اوف كليم، عايز تعدلها عدلها، خليها 20، خليها 15. ما ينفعش تيجي تقولي تعالى نعملها 3 ايام، تعمل لي من 28 3 ايام، موافقين. ده بيسموه ايه؟ العقد شريعة المتعاقدين. ولكن انت كده غيرت شيء جوهري كبير. وممكن تقول خلاص مفيش نوتس، والمقاول يشتغل بمزاجه وقت لما ربنا يكرمه، as applicable لما ربنا يكرمه يبقى يصدر نوتس. برضو ده تغيير جوهري يا باشمهندس، ده تغيير جوهري. اوكي، الفيديك بيوصيك بيقول لك لو سمحت لما تحب تشتغل على البارت A والبارت B ما تعملليش تغييرات جوهريه. بيستأذننا وبيقول لنا عايز تحافظ على مبدا الفيديك، يجوز اللي انت عايز تعمله يجوز يا باشمهندس، والعقد شريعه المتعاقدين في اطار القانون القابل للتطبيق، ولكن عايز تحافظ على روح الفيديك عشان ننجح في الاخر ونقول احنا برو اكتيف. واحنا بيقولوا ايه كمان؟ احنا برو اكتيف وبنلعب على البيزنس كونتينيوتي، ومعانا عقد بالانسد كونتراكت اسمه فيديك. يبقى انت ما تغيرليش بيسموها ايه، ما تغيرليش حضرتك التغييرات الجوهريه في الجنرال كونديشنز وفي مبادئ الفيديك والقواعد الذهبيه للفيديك، وتقول لي ما انا شغال فيديك. لا حضرتك ضررت الفيديك كتير. طيب دي توصيات الفيديك، ايه تاني؟ هنا 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 التوصيات دي بيقول لك ايه اللي تكتبه في الجنرال كونديشن في الـ في الـ في البارت بي، وايه اللي تكتبه في البارت ايه. زي ما قلت لحضرتك التايم البيريودز بتكتبها في الكونتراكت داتا، بيريود ستاكش از قلت لك، بيكتب لك 28 يوم، بيكتب لك 7 ايام. مثلا وانت بتعمل الريبورت اخر الشهر بيقول لك احسب الكوانتيتيز، الكميات التي استخدمت، كوانتيتيز كونسيومد، كونسيومد خلال قد ايه؟ خلال شهر. انت لازم تكتب كده في الكونتراكت داتا اللي هو البارت A of the particular conditions. اي ارقام، اي periods بيفضل انها تتكتب في الparticular conditions.
اما البارت بي، البارت بي جزء به بتكتب فيه تعليمات خاصه. يعني ايه؟ يعني بتقول له لما تحب تعمل لحضرتك اكستنشن اوف تايم كليم او تايم امباكت اناليسيس بتكتبها بالطريقه اللي احنا اتفقنا عليها في البارت، في البارت بي بتاعه البارتيكولر كونديشنز، اللي هتستعمل ويندوز اناليسيس، هتستعمل اس بلاند فيرسس اس بيلد. اوكي طيب، في بقى عندنا حاجه بسيطه قوي مزعجه ملهاش علاقه بتعديل الفيدك ولا الاصدار 2017، اسمها priority of documents. priority of documents ايه priority of documents ده؟ وانت بتكتب عقد الفيدك بتكتب اتفاقية العقد، ثم بتقول ان هذا العقد يتكون من المستندات المذكورة ادناه. ايه هي المستندات المذكورة ادناه؟ حد خدها النهاردة مش مهندس؟ حد درسها النهاردة؟ اهي المستندات اللي انت هتكتبها حضرتك في البند نمرة الخاص بمستندات العقد. يتكون هذا العقد من المستندات الاتية اللي هي السكيلتون. يعني ممكن تاخد له كده السكيلتون ده، الهيكل العظم ده، وتحطه في البند وخلاص. ايه هي بقى المستندات؟ اتفاقية العقد، انه في يوم الثلاثاء 23 فبراير تم الاتفاق بين المهندس اللي قدامي صورته الجميلة دي، احمد تقريبا اسمه، والمقاول اكس لانشاء فيلته في التجمع الثالث، وحسب الشروط الاتية: الكونتراكت اجريمنت انه في يوم، ذا جنرال كونديشنز اللي قلنا عليها، ليتر اوف اكسبتنس موافقتك، سبيسيفيكيشنز المواصفات، ليتر اوف تندر عرض سعر المقاول او النموذج اللي بيملاه المقاول ويقدم بيه البروبوزال بتاعه، الرسومات بارتيكولار كونديشنز بارت ايه كونتراكت اللي هو اسمها كونتراكت داتا، سبيشال بروفيجنز اللي هي بارت بي، السكيدولز مفيش جديد، نفس الايه الهيكل العظمي يا باشمهندسين. استنى خلينا نعمل حاجه بسيطه كده تخدمكم لما تاخدوا السلايدز، نروح للهيكل العظمي صح كده، فين الهيكل العظمي، وناخده نحطه كوبي تاني هنا عشان حضرتك وانت بتراجع السلايدز تفتكر ان احنا ما جبناش جديد. وراح فين؟ اهو. طيب ادي المستندات. طب المستندات دي هنعمل فيها ايه؟ وماذا يحدث لو في بند مكتوب هنا غير البند اللي مكتوب هنا، وبند مكتوب هنا غير البند اللي مكتوب هنا؟ هنعمل ايه في الموضوع ده يا باشمهندسين؟ رحنا لقينا ايه؟ بند اسمه priority of document بيستعمل في استخدام في عقود الفيدك وفي عقود القانون الخاص وفي عقود القانون الاداري، العقود الاداريه في كل الدول. انت اللي بتختار. يقول لك ايه؟ تكمل بعضها بعض، تتمم بعضها، تترجم بعضها بعض، تفسر بعضها بعض، وتتمم بعضها بعض، وتكمل بعضها بعض. كل ده كويس، يعني شغاله وحده واحده. كل ده كويس. ما جاوبتنيش. افرض في ديسكريبانسي في هذه المستندات. خلاص؟ يبقى تكمل وتتمم وتتوحد وتفسر. طب لو في برضه وانت بتفسر لقيت 7 سنتي في مستند و10 سنتي في مستند. اللي احنا قلنا ده لغايه دلوقتي لا، ما يحلش المشكله. راح هو حلل المشكله. If there is any conflict or ambiguity or discrepancy, the priority of the document shall be in accordance with the following sequence. يعني ايه؟ يعني المستندات ستأخذ الأهمية حسب الترتيب المذكور تاليا أو أدناه. يعني اللي مكتوب في الكونتراكت أجريمنت يجب اللي مكتوب في البارتيكولار كونديشنز. اللي مكتوب في الليتر اوف تندر يجب اللي مكتوب في السكيدولز، وهكذا من فوق كده، وانت نازل من اي بي سي دي اي اف جي اتش اي جي كي. ده الترتيب. الموضوع برضو مازال مش بالسهوله دي. الناس الجداد يمكن يشوفوه كده سهل.
الناس اللي جربت ما زالت المشكله موجوده، احسن من الاول بس موجوده. انا بدور على النوتيشن بس ده يجب ده، ومثلا ده هيجب ده. اوكي طيب اللي بعده فكر كده حضرتك، الناس اللي شافت مشاكل فكر معايا عشان المثال جاي في السلايد اللي ورانا، فكر شويه هتعمل ايه لو في ديسكريبانسي، يعني ايه المستند الاول يجب المستند الثاني. الموضوع يعني بالبساطه دي المقاول واقف يتفرج عليك لو انت استشاري، وانت لو مقاول وعايز تعمل كده الاستشاري واقف يتفرج عليك، امال يعني ايه تفسر، يعني ايه تتمم؟ هو اصلا المشروع ده مش ليه متطلبات عايز تحطها على جنب عشان تقول لي البرايورتي اوف دوكيومنت ولا ايه بالظبط؟ حد فكر في الجزئيه دي؟ اصلا المشروع ده ليه سمك عمود، فلما يبقى عندك عمود 30 وعمود جنب مرسوم مره 30 ومرسوم مره 25 تيجي تقول لي ديسكريبانسي، طب هو العمود اللي صح كام؟ هل اولويه المستندات تخليك تسيب المبنى ينهار ولا ايه بالظبط؟ صح يا باشمهندسين؟ طيب نشوف ايه اللي هيحصل بقى لما تلاقي حضرتك خرسانه او بند. هو بيقول لك بيفسر تاني الكلمتين دول، اذا 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 احد الاطراف وجد الامبيجيوتي اور ديسكريبانسي روح على طول بلغ سعادتك، اعمل نوتس للاستشاري وقول له اذا انا عندي هنا ارضيه 10 سم وعندي نفس الارضيه في مكان تاني 5 سم، قول لنا ايه الحل لو سمحت. والاستشاري هو اللي عايز الاستشاري هو اللي عايز اللي دوره يصدر القرار، يصدر القرار كده اختياري لصالح المالك او لصالح نفسه لو هو المصمم، لا هيصدر القرار لصالح المشروع. المشروع محتاج عمود 35، محتاج عمود 30، بغض النظر احنا لمصم احنا ريميجر، العمود محتاج الشغل اللي في المواصفات واللي في الكود واللي فيه الريديزاين ممكن يثبته لك. يبقى نقول صح، يبقى لما قال خمسة ما قال 30 سم كان صح، بغض النظر اللي مكتوب جنبه 40 سم ولا اللي مكتوب جنبه 20 سم. لما قال 30 بالحسابات ال 30 صح، يبقى هي ال 30 اللي صح، ماليش دعوه بقى هو مكتوب 25 في حته ثانيه او مكتوب 30 في 40 في مكان ثاني. الحساب الصح وقرار الاستشاري هو اللي اسمه صح. يبقى على طول فورا حضرتك بيقول لك برومتلي. حد عارف النوتس دي فايدتها ايه بتاعت برومتلي؟ اللي مش عنده فيلينج بالعقود، النوتس البرومتلي دي بتحافظ لك على الزمن وبتحافظ للمقاول على حقوقه لدى المالك. ليه؟ ما المقاول ممكن يكسل. طب ما حضرتك انا صاحب الفيلا وانا عارف ان الفلوس اللي معايا على قد الرسومات اللي معايا، حضرتك مش هتبلغني برومتلي، هتيجي بعد شهرين تقول لي على فكره انا نسيت اقول لك ان انا زودت لك خمس اعمده كلفوك 100,000 ريال زياده ولا 20,000 ريال زياده، اقول لك والله ما معايا، احنا كنا قايلين لك برومتلي عشان اللي كتبها عارف ان انا معيش 20,000 ريال زياده. فيرجع يقول لك واذا لم يصدر النوتس يبقى سقط حقه في المطالبه. حد فهمنا كده يعني ايه النوتس وليه النوتس؟ ما هياش رفاهيه لاحد الاطراف. ما هياش مجرد عايز الملك او الاستشاري يغلس عليا كمقاول، لا. لا هي تنظيم للعمل، توزيع للجهد، حفظ حقوق. طيب بعد ما انت كاستشاري يجي لك النوتس توكل على الله وابتدي اعمل ديترمينيشن للامر واصدر قرارك. طيب ادي الايه المثال ده هناخد اجاباته اللي انا هقوله انت طبعا فاهمه،
وتكتب لي واحد انك فهمت، مع الاخذ في الاعتبار او knowing that من اول هنا اقرا عندي سلاب اون جريد، الفرشه الخرسانيه للدور الارضي في فيله حضرتك في الرسومات 7 سم، في البي او كيو 10 سم، في الرسومات 7 سم، في البي او كيو 10 سم، والمعلومات المتاحه لدينا هي كالتالي: ذا تكنيكال نيدز از 10 سم. بعد ما شفنا الكود وصممنا السلاب اون جريد لقيناها 10 سم. ذا برايورتي اوف دوكيومنت از فور سبيكس اند دروينج. اه الاول فرح اهو، قال لك بس 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 الاولويه للدروينج، والدروينج بتقول 7 سم. يبقى انا هعملها 7 سم. يرد عليه الاستشاري يقول له انا عملت حسابات تاني ولقيتها لازم 10 هتتكسر. يقول له لا اديني تشينج اوردر. اللي عندنا اولويه مستندات خلاص ولا تقربوا الصلاه. الكوانتيتيز ار سيجنيفيكانت، يعني ما حدش يقول لي يا دكتور ده موضوع بسيط مش هيعمله 5000 جنيه نعديهم، لا انا بقول لك الكوانتيتيز ار سيجنيفيكانت، الموضوع كبير وهيكلف 100000 جنيه 100000 ريال اكتر. هل هتنفذ السبعة سنتي عشان أولوية المستندات ولا هتنفذ العشرة سنتي؟ السؤال ده اللي هو موقف دلوقتي، كل اللي أنا عايزه من حضرتك تكتب لي واحد إنك فهمت، أنت فاهم السؤال. اللي لو لقيت حد كتب اتنين أكتر مثلا من 5 مهندسين هعيد الشرح تاني. ها الواحد لو ها كذا واحد هو كفاية خلاص كده كلنا قلنا واحد. الموضوع واضح، وفي واحد كتب 11 مش هشرح لك، اللي كتب 11 عايزني اشرح له كمان 11 مرة. طيب اللي بعده، في حاجة اسمها الفاندمنتال برينسيبلز، بتكلمك في ان عقد الفيدك عقد متوازن، عقد متوازن بيدعي انه متوازن وهو الى حد كبير متوازن، بيديك الفرصة انك تتعامل في توازن، والتوازن ده اكتسبناه من lessons learned والليرنينج كيرف زي ما قلت لحضرتك على مدار 17 سنة ولا كان 18 سنة اللي فاتوا على الاقل من العقد ال 99 ان لم يكن من ال 87، عمالين ناخد خبرة 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 خبرة. من مميزات السكند اديشن هتلاقيني بقى كاتبين الكلام المفيد، هو الكلام اللي كنا بنقوله او الكلام اللي تاخده من الدكتور، الكلام ده بقى اللي انا بقوله دلوقتي ده كلام مكتوب في كل الكتب ومكتوب في الفيديك ومكتوب في اي طريقه ابحاث تلاقيها، انما المهم الشرح اللي بنحاول نبقى واخدين عليه باي ان موافقه متبادله. فور اكزامبل ان ذيس سكند اديشن الفيديك بروفايدز ايه؟ الريكويرمنت اوف نوتس. احنا قلنا فائده النوتس، قلنا فائده النوتس طيب الناس اللي عايزه تبقى واخده المعلومه، الشباب الصغير مش فاكر بيسموها ايه، الاجيال اللي راحت عليها كانت بتسميها الزبده، الزبده في النوتس يا باشمهندس، العقود بتقول لك اصدر النوتس خلال اسبوع والا حقك راي يضيع. طب حق يضيع اوكي حسب الايه المطالبه التعاقديه، ولكن حقي مش بيضيع حسب القانون القابل للتطبيق، حيث ان العقد ده يتبع قانون قابل للتطبيق، ففي مبادئ التقادم. لو انت مبادئ التقادم بتقول ان حضرتك حقك ما يضيعش خلال 3 سنين 5 سنين 15 سنه، فانت لو رحت للمحكمه حقك محفوظ. يبقى النوتس مش مهمه؟ لا النوتس مهمه جدا جدا جدا. بيقول لك ملكي معايا اسيبه يقع مني وارجع اجيبه ليه؟ طالما انا بايدي النوتس اعملها فورا، واعملها خلال ال 28 يوم، واعملها على التايم بار. في حاجه اسمها تايم بار كلوز، بيقول لك تصدر النوتس خلال اسبوعين، تصدر النوتس خلال 28 يوم. الناس اللي مذاكره العقد السعودي في 10 ايام وفي 7 ايام وبيرفق وراها على طول، واذا لم يصدر النوتس يسقط حقه في المطالبه فول ستوب. لو انت استشاري وانا مقاول وجيت اقول لك النوتس بعد 70 يوم، انت بايدك عندك صلاحيه كاستشاري تساعدني؟ ما عندكش اي صلاحيه، ما عندكش اي صلاحيه.
فيبقى انا اللي ضيعت نفسي، انا اللي ضيعت دوري لما ما اصدرتش النوتس. انت هترفض الكليم وهترفض النوتس اوف كليم نفسها هترفض، وانا بقى هبقى فرحان اقول لك ولا يهمك، اروح للمحكمه واقضي سنتين هناك وهو القاضي هيوافق على النوتس دي. طب ما كان من الاول ايه اللي يوديك المحكمه؟ بروفيجن نمره 2 بروفيجن يبقى قال لك اهميه النوتس. Provision to address employer and contractor claims treated equally. كان زمان في الفيدك 99 في كلوز اسمه employer claim وكلوز 20 اسمه contractor claim. النهارده كان مريح خالص الامبلوير وما فيش نوتس تقريبا وما فيش مدد زمنيه واخد وضعه الراجل صاحب الملك بقى، هو صاحب العقار بقى، فما فيش اي ضغوط عليه. لما يفتكر يبقى يصدر لك يقول لك انا هخصم عليك، انا عايز منك 100,000 ريال عشان انت اخرتني عن البلديه، او البلديه جت عملت لي مخالفه. اوكي يبقى عملوا ايه؟ حاجه اسمها اكويتي او شبه توازن اكتر بين المقاول وصاحب العمل اللي انا مش بحب اسميه رب العمل، يا ريت ما نقولهاش كلنا لا اله الا الله سبحان الله. طيب نمره 3 ميكانيزم فور ديسبيوت افويدنس. ديسبيوت افويدنس مره واحده، ايوه في اجتماعات الداب ان شاء الله لما هنعينها في حاجه اسمها انها تساعدك مجانا وبطريقه غير رسميه، يعني بكل بساطه تبعت لها ايميل ولا تكتب لها ولا تقول له لو سمحت يا سعاده الداب الف معايا في الموقع كده، انا والطرف الثاني احنا مختلفين على عمق الحفر، على الجيوتكنيكال ريبورت، على التيست، على الالتراسونيك تيست، على اي شيء، تعال قول لنا رايك كده، سواء قال لك رايه كتابي، قال لك رايه شفوي، هو غير ملزم. ففي تعاون وفي برو اكتيف ابروتش زي ما انت شايف. نمره 4 ديتيلد بروفيجن فور كواليتي مانجمنت. تيستينج قلت لك من الاول بقى وخلاص، هتساعدك الفيدك الجديد هيساعدك وانت بتعمل بروجكت اكسكيوشن بلان والبروجكت مانجمنت بلان. هو الكلام ده بيتعمل فعلا بس عايز خبره عشان خاطر ما نكونش متفائلين قوي. الشباب اللي ياخد البي ام بي وما عندوش خبره مثلا مينيمم 10 سنين كواليتي او اكسكيوشن في مشاريع مهمه جدا هيبقى صعب يعمل بروجكت اكسكيوشن بلان، بس ما يمنعش انه يحاول طبعا، ما يمنعش انه يعمل كوردينيشن مع ديفرنت ديسيبلينز في البروجكت زي الكواليتي والدوكيمنت كنترول والكنترول نفسه والسكيدولر والكونتراكت مانجمنت والبروكيورمنت، ويعملوا بروجكت اكسكيوشن بلان تكون ناجحه وتساعد المشروع، بس هي محتاجه خبره ومحتاجه تجارب. كفايه انك هتحط حاجه في البروجكت اكسكيوشن بلان اسمها انسبكشن اند تيست بلان، يعني الاختبارات، خطه الاختبارات والتيستنج اللي هتتعمل في المشروع كله من داي 1 لتايم افتر ذا تايم فور كومبليشن. طيب ايه التغييرات الرئيسيه؟ بقول لك هي اطول شويه، اللي عايز يدخل انترفيو يقول له هي اطول، الفرق بين 2017 و 1999 تقول له اطول شويه. ليه؟ اصل احنا عملنا احكام للعقود، اصل احنا ركزنا وقلنا وات اف، افرض المقاول ما قدمش الفاينل ستيتمنت او المستخلص الختامي، عامل عمال ياجل لاي سبب في باله، وعايز طالب عايز يقدم في كليمز، عايز يثبت حاله معينه، يوم الاستشاري يجهز المطالبه النهائيه، عفوا المستخلص النهائي حسب المتاح عنده، ويصدر الشهاده دي على الاقل بالمعلومات المتاحه عنده، وتعتبر دي الشهاده التي اصدرت بناء على المعلومات المتاحه حتى تاريخه. ينفع طبعا المقاول يرجع يعترض وكده، ولكن ده البرو اكتيف ابروتش اللي الاستشاري ممكن يعمله. طيب تيبيكال سيكونس فور بيمنت ايفنتس انفيزجد ان كلوز 14. دي البيمنت ازاي تديرها في الفيدك، وازاي تديرها في الفيدك 2017. دي الخطوات. المقاول طبعا اللي بيقدم المستخلص، المقاول بيقدم المستخلص، بيراجع المستخلص في 28 يوم، بيبعته للامبلوير، الامبلوير يصدر خلال 28 يوم تاني،
تمام. طيب افرض وافرض وافرض افرض المقاول لقى الاستشاري لقى اخطاء يرجعها له، يرجعها للمقاول، وهنا بيظهر البرو اكتف ابروتش بتاع الانجينير، ممكن يرجعها في الدي 27 وممكن يرجعها في الدي 7. ده بيبان ان الاستشاري بيشتغل ولا قاعد مستني يعدي ال 28 يوم وبعدين يرجعها للمقاول. انت كاستشاري عليك التزام مهني انك ما ترجعهاش بعد 27 يوم وتقول له مبررات طفيفه جدا. طب ما انت كنت شفت المبررات الطفيفه دي في 7 ايام. نفس الكلام الامبلوير قدامه 28 يوم ويصرف، لو لقى ملاحظات هيرجعها للاستشاري والاستشاري يرجعها للمقاول. لو كانت عفوا المهندس، لو كانت الملاحظات تخص المقاول، اما لو اخطاء من الاستشاري فيصلحها ويبعتها للامبلوير. دي الفاينل ستيتمنت ودي مواعيد ما هياش بتتحفظ، مش مطلوب منك تتحفظ الا لما حضرتك تمسك عقد في ايدك وتشتغل. لازم بقى تذاكره اكنك في سنه اولى جامعه من جديد. اول ما تمسك عقد في ايدك وهتشتغل بيه لازم تذاكره وتبتدي تتصل بالبيرز بتوعك، زملائك، تتصل بالدكتور مصطفى ما عندوش اي مانع، تتصل بالدكتور اكس، بالمهندس واي. الاكفاء كتير عفوا يعني الناس اللي بتفهم احسن مننا كتير والناس المتواضعه اكتر، ابتدي اعمل معاهم جروب واشتغل على عقد الفيديك بتاعك. انما دلوقتي تقول لي اختبار كام يوم انت محتاجه عشان تراجع المستخلص، يعني المستخلص الشهير وممكن تحفظ ال 28 يوم، بس مش كل المدد دي انت محتاج تحفظها. ولا انت محتاج تقول لي 14.7 14.7 14.13، انت مش ده الهندسه ولا ده محترف اداره العقود. تابع التغييرات، الاشعار المبكر قال لك اهميته، dispute avoidance ازاي اهميه تجنب النزاعات، مجلس فض النزاعات اصبح كان اسمه ايه، كان اسمه داب ديسبيوت ادجيديكيشن بورد، مجلس فض النزاعات. دلوقتي الراجل بقى مكسوف يقول لك يعني احنا ما بنديش الا في المصايب. طب ما تيجي نقول احنا قبل ما يحصل مشاكل نقول افويدنس، نقول افويدنس، فاصبح اسمه ايه، ديسبيوت افويدنس سلاش ادجيديكيشن بورد. داب داب خدت الايه الزياده، موضوع بسيط خالص. تابع التغييرات، اجراءات المطالبات كانت الاول مفصوله، المقاول 2.5 المالك 2.5 المقاول 20.1 تمام. دلوقتي بقت كله في 20 في 20، اصبح كل المطالبات المالك والمقاول، في مساواه في الاشعارات وفي البروسيدرز، ما بقاش في افضليه ولا اريحيه للمالك. زي ما قلنا المهندس بقى ليه دور اكبر، بقى ليه دور اكبر. ازاي دور اكبر؟ كان الاول في 3.5 في الفيديك 99 يعمل حاجه اسمها ديترمينيشن، يجي له الاكشنج مثلا يراجعه او الكليم يراجعه ويقول ايه راي كذا، يقيم ديترمينيشن 3.5. لو دخلت على الفيديك 99 وعملت سيرش على 3.5 ديترمينيشن هتلاقي منتشر في بنود جديد كتيره في عقد الفيديك. دلوقتي ايه اللي زودناه عشان يبقى فيه ديترمينيشن تفصيلي؟ في قبل بقى اسمه اصلا مختلف، ما بقاش قرار من الاستشاري ديترمينيشن، لا بقى عباره عن بقى عباره عن تقييم واتفاق. يعني انا لما حضرتك بتبعت لي الورق بتاعك كمقاول انا بقعد معاك وبنجتمع وبنفاصل وبنراجع وبنعرض ايفنتس وبنجيب اسعار من السوق انا وانت وبنعمل كوردينيشن مع المالك. ساعات اقعد معاك لوحدك، اقعد مع المالك لوحده، نتفق. بيبقى في حاجه اسمها باي ان، شبه باي ان، الا ان نختلف طبعا وما اكثر الخلافات. اخد رايك، اقول لك بعد ما ادرس، اقول لك على فكره انا كده انا شايف ان انت زودت شويه في الاوفر هيد اند بروفيت في الاكشنج بتاعك، انت كاتب لي 20% بصراحه الموضوع يستاهل، او حساباتي بتقول حساباتي بتقول 15% وليس 20%، وانا هصدرها، ايه رايك؟ لا لا انا مش موافق. طب انا للاسف بقى انا مضطر امشيها لك. طب 17% او همسك ال 15 او نوافق على 20. فالمهم في كونسلتيشن، واروح للمالك اقول للمالك ممكن نعمل له جزئيه هنا سبايرن، سوري اكس جراتيا كليم
نزود له شويه ال 3% اللي احنا مختلفين عليها دول، خلي المشروع يتحرك، او انا مصر على 15 الملك يقول لي 14، المهم ان في باي ان، في توافق. وبعد كده في نوتس اوف ديس ساتسفاكشن، لو طبعا القرار بتاعنا كاستشاري ما عجبش الناس، فاي طرف هيعمل نوتس اوف ديس ساتسفاكشن. يبقى ده تعزيز دور المهندس. وبنود كتيره طبعا، بس اشهرها البند 3.7 في ال determination and agreement. اللي عايز يسالني سؤال يقول لي مثلا طب يا دكتور اقرا ايه بالذات، يعني اقراه عشان ابقى لميت كتير من الفيديك الجديد، اقول له اقرا البند 3.7 والبند 20 و21، دول كويسين قوي. طيب حدود المسؤوليه limitation of liability، استبعدت الخسائر المباشره. انا خدت لك كوبي بيست من البند، كوبي بيست، استبعدت loss of use of any work، خسائر الغير مباشرة أو التابعة أو التبعية استبعدناها. في بعض الاستثناءات أو وحافظت عليها هتدفع لها، أضرار التأخير، التعويض عن انتهاكات الحقوق الملكية الفكرية، الإهمال الجسيم، كل ده مش هينفع أستثني المقاول منها أو أستثني الملك منها. أي أمر من الثلاثة دول وغيرهم لسه فيه في البند في العقد هتلاقي فيه بعض الكلوزز الكونديشنز الاخرى. التعويضات زي لو انت، تعالوا نرجع تاني نشوف احنا بنتكلم في ايه يا باشمهندسين، حد فاكر احنا بنتكلم في ايه؟ ما احبش انا الاودينس معايا يضيعوا ينسوا هم فين او احنا بنعمل ايه. حد فاكر احنا بنعمل ايه كده؟ ها فين الرسمه اهي. اتكلمنا عن امبروفد كونتراكت مانجمنت، اتكلمنا عن الكواليتي، اتكلمنا عن الكواليتي مانجمنت بلان، اتكلمنا عن انك هتعمل البي اي بي ازاي، اتكلمنا عن الديسبيوت افويدنس، اتكلمنا عن الكليمز بروسيس، وقلنا ان المقاول والمالك ليهم اجراءاتهم، الانجينير رول اتكلمنا عليه. احنا فين دلوقتي؟ في الليميتيشن اوف لايبيليتي. ناخدها لك هناك يا باشمهندس ولا حاجه؟ كده نشوف لما خدناها كوبي ناخدها معانا هناك. احنا وصلنا هنا، هحط لك السلايد كلها ولا ايه؟ دي جت في سلايد تاني. المهم وصلنا لغايه limitation of liability، دخلنا في نمره 8 التعويض المستحق للأطراف، تم توسيع التعويضات، تمديد مدة المشروع، خدت معانا البرايفت أو أشخاص القانون الخاص الخارجيين، الستيك هولدرز، كيانات خارجية، المرافق الخاصة بالمشروع زي أي شركة تمديد مية للمشروع، ولا شركة تمديد فايبر أوبتيك زي موبايلي، ولا STC، ولا الشركة المصرية في مصر. اي تاثير من هذه الشركات ممكن ياخد اكستنشن اوف تايم. الاشعارات، اتكلمنا عن الاشعارات، تعديلات اخرى، ضملت القوة القاهرة استبدلها بحاجه جديده اسمها احداث استثنائيه. احداث استثنائيه unexpected events، طبعا دي بتساعد في الكورونا. حد عارف الفرق بين القوة القاهرة والظروف الاستثنائيه؟ هي كلمه واحده، هي كلمة واحدة عشان ما ندخلش في الشرح بتاع المحاميين اللي هو ممتاز جدا بس بيخلي الواحد ما يذاكرش عقود ويزعل من العقود. لما تلاقي كلمة استحالة التنفيذ تعرف انك في فورس ماجور، فول ستوب. كلمة استحالة التنفيذ يبقى انت في فورس ماجور. الشغل صعب، الشغل مش عارفين نزور، المطرة نازلة، الجو حر، الجو برد، الكلام ده كله ليس فورس ماجور. الفورس ماجور زي ما بقول لحضرتك هو استحالة، استحالة استحالة. خلاص؟ من زمان، من 20 سنة وأنا بفكر في الزلزال، أول ما يقول لك فورس ماجور أقول زلزال. طيب
الملاحظات بقى اللي تسوى على الاقل 100 جنيه اهي، ما عايز تعدل في الفيدك حضرتك، ما تعدلش جوهري زي ما قلنا، ما تخليش النوتس ال 28 يوم بقت 3 ايام، ما تخليش التوزيع المخاطر اللي هو اذا وجد المقاول اي اثار تحت الارض عليه ان يبلغ المالك، ما تقولش، ما تروحش تكتب عقد اذا وجد اثار فان المقاول مسؤول عن الموضوع والمالك بره الموضوع، كده انت بتعدل جوهري، عشان هو دي اثار ووزاره الاثار عايزه تتدخل، ووزاره الاثار ليها دعوه بالمالك، ده ابسط الامثله يعني. طيب بيقول لك ركز على النقاط المهمه في الفيدك، ركز على المبادئ الذهبيه. ايه هي المبادئ الذهبيه دي؟ اللي هي الجولدن برينسيبلز، النقاط المعقوده على الليسونز ليرند بناء على انها متجربه كتير. عارفين عامله زي ايه يا باشمهندسين؟ زي الخلطه او الخلطه السحريه لاي شيء، سواء بقى الواحد بيعمل ريجيم، الواحد بيعمل حفله، بيعمل ماتش كوره، خطه سحريه. فالخلطه السحريه الفيدك عملها من كتر الدروس المستفاده والتعديلات كل فتره، تعديلات واضافات وتعليمات وتوجيهات، بتوفر لك الوقت وتكاليف المعاملات، معترف بها في صناعة التشييد دوليا، يعترف بها، هتكون بمبدأ شهيرة. يعني لما تيجي تمضي عقد مع حد من إيطاليا وهو عنده عقود إيطالية وتقول له أنا شغال فيدك، يقول لك لا بأس هنشتغل فيدك. توزيع وتوسيس المخاطر بناء على الخبرات المتراكمة، سابقة الاستخدام في مشروعات متنوعة والاستفادة من حنى التعلم للصياغة والتطبيق. وانت بتصيغ هتلاقي توجيه اختيار من الأرجيات التعاقد. طب انا دلوقتي عندي كتير، عندي احمر اصفر وابيض واخضر، طب انا اختار اي واحد؟ في عوامل كتير محتاجه تركيز ومحتاجه خبره، مش مجرد ما او وهي لازم افكر فيها كراجل عندي خبره. طبيعه المشروع، الخبرات المتوفره، مستوى المعلومات المتوفر، اسلوب الدفع المتوفر لدى المالك، يمكن محتاج تمويل من البنوك، مش يروح لبي او تي البرتقاني، الزمن المتاح للتصميم والتنفيذ، دي بتوجهك شويه للسيرفر، المعلومات المتوفره دي بتوجهك للبي اي بي سي لو كانت نادره المعلومات قليله. الفيدك جولدن برينسيبلز اللي هي المستند اللي بقول لكم عليه اللي صدر 2019 اسمه فيدك جولدن برينسيبلز. ما هي؟ هي عباره عن يقول لك لازم تعرف ان الفيدك الواجبات والحقوق والادوار والمسؤوليات liabilities متناسقه في الشروط العامه، لازم تحاول تحافظ عليها، بما انها متناسقه انت حاول تحافظ عليها، ما تغيرش فيها تغيير جوهري. لازم تاكد ان الصياغه صياغه واضحه لا لبس فيها، يعني ما تروح على البارتيكولار كونديشنز وتغير او تزود، لازم تخلي بالك من الصياغه الواضحه التي لا لبس فيها. يعني ايه صياغه واضحه لا لبس فيها يا باشمهندسين؟ لو حد عايز يضرب لك مثال بسرعه اقول لك ايه، تكتب عندك في الاجنده لو سمحت، ابعد عن الضمير، ابعد عن المبني للمجهول، ابعد عن الضمير، ابعد عن المبني المجهول، ابعد عن العبارات المفتوحة، ابعد عن كلمة ايه، اهم كلمة في العبارات المفتوحة، وكافة ما يلزم، ابعد عن دي قدر الامكان. يمكن اضطر اكتبها، بس بكتبها بعد ما بكتب كل شيء، وما اكتبهاش كل البنود. توزيع المخاطر بشكل عادل ومتوازن، ارجع اقول لك ما تتدخلش كتير في توزيع المخاطر اللي قدامك، ما تغيرهاش اكتر مثلا من حاجات ماينور زي ما بنسميها، عشان ما تاثرش على المبادئ الاساسيه الخمسه او التوازن الذهبي اللي في الفيدك. لان يكون لدى وقت الاطراف وقت مع لدى الاطراف وقت مع مع كل
لتنفيذ التزاماتهم وممارسة حقوقهم. يعني ايه؟ يعني بيقول لك الاستشاري يرد خلال 42 يوم، مش كتير؟ لا مش كتير، اصل المالك محتاج يتراجع، فعشان الاستشاري يراجع المالك واحنا عاملين 42 يوم. المقاول يعمل نوتس في بعض الامور 28 يوم. الله، مش كتير؟ لا مش كتير، اصل احنا ناس منفذين مشروعات مشابهه كتير، ووجدنا ان احيانا المقاول ما بيبقاش عنده فرصه خلال 28 يوم يدوب مناسب. الاستشاري يراجع المستخلص بتاع المقاول في 28 يوم، مش كتير؟ لا مش كتير، ما احنا بنتكلم عن مشروعات زي اللي احنا فيه، مثلا في حوالي 15000 لاين ايتم في البي او كيو. فلما تقول الاستشاري هيراجع في 28 يوم، معقول جدا. انت عارفين العقد السعودي عامل المهندس 10 ايام، والجهة او مندوب الجهة المالكة 15 يوم، ثم وزارة المالية او المراقب المالي 45 يوم، يعني كان كله 70 يوم. هنا الفيديك عاملها لك 56 يوم توتال طبعا، وانت ممكن في البارتيكولر كونديشنز بدل 28 28 تخليهم 20 و20 مثلا. انا عاملها من حوالي 7 سنين، الملك قال لي ولا يهمك اعملني انا اسبوع، انا كمالك اعملني اسبوع. عملنا الاستشاري 14 يوم والملك اسبوع، الاستشاري بقى يخلص في 10 ايام والملك يخلص في 50 يوم، مع ان هو اللي قال انا عايزها اسبوع ولا يهمك انا معايا الفلوس. هنا في فض 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 ومنع فض كويس انه بالانجليزي باب. يجب احاله المنازعات الى الداب، ده المطلب الخامس، قبل التحكيم، قبل الاميكابل سيتلمنت، قبل التحكيم، قبل التقاضي اذا كنت هتغير الفيدك وتشيل منه كلمه تحكيم. ليه بتعمل كده الفيدك؟ عشان تحافظ على التوازن. طيب دي الجولدن برينسيبل زي ما اعتبر اتكلمنا فيها، انا خدتها لك كوبي بيست من الكتاب اللي اسمه ذا فيريك جولدن برينسيبلز فيرست اديشن 2019، ولو كنا محتاجينه موجود ان شاء الله ابقى ابعته للبيم اريبيا، والبيم اريبيا تديه لحضرتك. في دور المهندس ومواصفات المهندس في النسخه الجديده، اكدت على ان المهندس لازم يكون بيتكلم اللغه الرولينج لانجويج في العقد، اللي هي على البند، على البند كام، على السب كلوز 1.4 لو اند لانجويج اوف ذا كونتراكت. يعني العقد عربي حضرتك تتكلم عربي، العقد انجليزي حضرتك تتكلم انجليزي، العقد الحكومي السعودي زود كلمته اذا كان لا يجيد العربيه فانه يجيب مترجم يبقى موجود معاه بصفه دائمه دائمه. لازم يكون لديه الدرجات والشهادات المناسبه والتاهيل المناسب. يعني ايه الشهادات المناسبه؟ يمكن نطلب بي ام بي، يمكن ما نطلبش بي ام بي، يمكن نطلب دبلومه هندسه المشروعات من جامعه اكس واي زد، يمكن 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 زي ما الناس بتطلب في بعض الاحيان يقول لك فيلو ممبر اسوشيت. ان يعمل بحياد، واضيف كلمه حياد وقال لك ايه، يعتبر الان المهندس لا يعمل لصالح المالك، لصالح المالك، لا يعمل لصالح المالك. كان في 99 بنعترف انه بيعمل لصالح المالك. في بعض الكلوزز اترحلت شمال ويمين، في بعض البنود اترحلت شمال ويمين، دي امثله عليها. الليميتيشن اوف لايبيليتي نزلت للكلوز 1 بعد ما كانت في الكلوز 17. الفورس ماجور بقت اكسبشنال ايفنتس. الانشورنس راحت ل 19. امور بتتكتب ولكن انا مش بايد ان حضرتك تحفظها. لو العقد بالانجليزي حضرتك هتعمل سيرش على البي دي اف وهتلاقي انت فين، بس انا برضو احط لك الجايدنس ده ربما ينفعك. نفس الكلام، بنود اتغيرت اماكنها وبنود اتضافت اماكنها، وقال لك لازم تبقى الانجينير تو اكت نيوترالي، ومش على طول، مش على طول يبقى نيوترالي، يبقى نيوترالي مثلا هو يبقى عنده فيرنس وهو بيعمل لك المستخلص. بعض البنود اتكتبت لك بوضوح، فانت بتنفذ البند حضرتك تتوافق مع هذا البند، والا بتبقى كونتراكت بريتش از بير ذا فيديك كونديشنز. لازم تروح حضرتك تعمل تشتغل على الافويدنس قبل ما تشتغل على الادجيديكيشن كداب.
معظم مواقفك في العقد هتبقى عارف انت فين بموجب الستيب باي ستيب ابروتش اللي في الكلوزز الجديده في المشروع. يعني لما تتكلم عن كليم، لما تتكلم عن تشينج، وانت بتقدم الاكسشينج الكلوز كاتب لك انت هتكون فين. لو عامل بروسيس فلو شارت للاكسشينج مانجمنت هتعرف انت في انهي منطقه دلوقتي بموجب بنود الفيدك. بما ان طبعا كلنا عارفين ما بان الديسبيوتس كتيره او كونفليكت كتيره بتيجي بسبب الاكسشينجز، فهو ابتدى في 2017 حط كونديشنز اضافيه او بروفيجنز. البروفيجنز الاضافيه للفاريشن دي منها ايه؟ قال للمالك لو سمحت قبل ما تتكلم عن اكسشينج وتقول انا عايز ازود اعمال في المشروع، اثبت لنا الفاينانشال ارينجمنت بتاعتك، اثبت لنا انك هتعرف تصرف على هذا الاكسشينج. مش يمكن المشروع بمليار والاكسشينج ب 90 مليون او 99 مليون والمبلغ كبير والملك معهوش يدفع والاستشاري والمقاول في احتمال ينفذ بسرعه ال 100 مليون ويقدمهم في المستخلص القادم فيعمل امباكت سيفير امباكت على الكاش فلو. يجي الملك يقول اخ ده انا معيش ال 99 مليون، ده المقاول خلص الاكسشينج اللي انا عمدته بيه ومعيش ال 99 مليون، انا كنت عامل حسابي على الكاش فلو الاساسي. فالمقاول يدخل في ايه؟ الناس بتاعت الكنترول يقول لك يا دكتور انت دخلتني في نيجاتيف كاش فلو، انا صرفت ومش عارف استرجع في المستخلص الديون. ريكفر ان كيس اوف انستراكشن، افرض حضرتك الاستشاري بيقول لك المهندس بيقول لك نفذ او المالك بيقول لك نفذ تشينج او نفذ اعمال وانت بتقول وبيتكلم على انها ليست حسب الكلوز 13، فانت من حقك تعترض وتقول له لا ده مش تعديلات، ده مش اعمال بدون مقابل، ده دي تعديلات، يلا ندخل في البروسيس بتاعت الفاريشن. في 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 اوريدي ستيبيوليتد تشينجز اعطت للمقاول الحق في المطالبه بهذه التشينجز لما تحصل. يعني ايه؟ قال لك البيرميتس او البيرميشنز، تكاليف البيرميشنز اي زيادات فيها او تغييرات. يعني حضرتك داخل المشروع وعارف انك هتجيب تصريح من بلديه اسكندريه وهتجيب تصريح من هيئه الكورنيش وهتجيب تصريح من وزاره السياحه، اذا استجد عليك تصاريح اخرى غير دي زي المرور هتطالب بالتصريح الزياده اللي انت هتعمله بالمرور. امتى الكلام ده؟ قبل البيس ديت، قبل ال 28 يوم، اي تعديل قبل ال 28 يوم من تقديم حضرتك عرض سعرك. بروجكت مانجمنت بيست براكتس ميتنج وبيسموها ايه، وتقديم السكيدول ومبادئ اضافيه لتقديم البيز لاين سكيدول وكيف تعد بيز لاين سكيدول الاي تي بي دي من عندي دي. على سبيل المثال يكفي ان هيكون معاك تيستنج اند انسبكشن بلان للمشروع كله طيله مده المشروع. كل ده احنا في منطقه التعديلات على الفيدك الجديد. طيب ايه هي التيبكال سيكونس؟ ايه اللي بيحصل في مشروع الفيدك من داي 1 لغايه تايم فور كومبليشن؟ وبعد التايم فور كومبليشن سنه الضمان الفيدك ملخصها لي هنا عشان الناس اللي عايزه تتصور شكل المشروع ايه. اول حاجه انا بطرح العطاء، انا نكبرها اللي مش شايف يقول لي. اول حاجه بطرح العطاء بالانجليزي، بيطرح العطاء، ثم بقول ان خلال شهرين هتقدموا عرض سعركم للمقاولين. قبل الشهرين او خليها 3 شهور، قبل الثلاث شهور ب 28 يوم بيظهر يوم اسمه البيز ديت اللي انا لسه بتكلم عليه، اللي هو لو في اي تغيير في القوانين او في الاسعار تكون قبل البيز ديت تكون من حق المالك، بعد البيز ديت تبقى اكسشينج اوردر، تبقى كليم. يعني الرسوم هنا، الرسوم لغايه التاريخ ده، هعمل الانوتيشن بس، الرسوم اي رسوم لغايه هذا التاريخ او ضرائب او 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 هنا على المقاول، لو حدثت هنا الملك هيعوض المقاول. الجزئيه دي، الجزئيه المدوره دي، ده اسمه البيز ديت، ده مهم
تندر بيريود. طيب بعد ما المقاول قدم في ايه بيحصل هنا؟ اهم حاجه في المواضيع دي يا باشمهندسين زياره الموقع، وايه كمان؟ والكويشنز اند انسر والبري تندر ميتنج. السبميشن اوف ذا تندر، حضرتك المقاول بيقدم لنا التندر او انا المقاول قدمت لك التندر بالليتر اوف تندر، بيسموه ليتر اوف تندر عشان تبقى فاهم. الكونتراكتور الملك هيدرس زي ما يدرس، ثم يعمد المقاول بليتر اوف اكسبتنس، بليتر اوف اكسبتنس. بعد الليتر اوف اكسبتنس تقوم نازل هنا وتقول لي خلال 28 يوم من الليتر اوف اكسبتنس، خلال ماكسيمم 28 يوم تقدم لي البي اس performance security، خطاب الضمان النهائي، خطاب ضمان حسن الصنعة، سميه زي ما تسميه. وبعد كده بنحدد commencement date. commencement date ده يوم كام احنا اللي بنقول عليه. بعد ما استلم منك دي حضرتك، المدة دي مش معروفة، المدة دي قد تكون يوم، قد تكون ألف، مش ألف طبعا، قد تكون أسبوع. لازم اليوم ده اعمدك بيه انا المالك رب العمل صاحب العمل، ابعت لك خطاب يا مقاول تحدد يوم 1 مارس القادم بنوتس مناسبه طبعا بمده مناسبه، ما اقولكش بكره الصبح ولا بعد بكره الصبح، 1 مارس القادم موعد تسليم العمل. نروح الموقع، تستلم مني الموقع ونمضي على المحضر. لو مش موافق على استلام الموقع والوضع غير مناسب اوعى تستلم يا مقاول. المقاولين المتطوعين هم دول اللي بعد كده بيجيبوا لنا شغل كليمز. المقاول لا يجب ان يتطوع ابدا. استلم بورقه، لو ما استلمتش بورقه هتروح في يوم من الايام لكليم نوعه ايه؟ حد عارف؟ للكوانتم ميرويد كليم. مش هيبقى معاك عقد، مش هيبقى معاك محضر استلام، فشغال كده بدون استلام موقع اكنك مش موجود، مخالف. بعد كده بتمر عليك التايم فور كومبليشن، 3 سنين مده المشروع، ليكن 3 سنين. المقاول اتأخر له شهرين 3 4 5 ايا كان، يبقى اذا خلص في 3 سنين و5 شهور، 3 سنين و5 شهور، واعمل المحضر، محضر استلام ابتدائي. وبعدين تبدا مده الايه؟ الضمان النهائي اللي اسمها دي ان بي ديفكتس نوتيفيكيشن بيريود. طيب خلال الديفكتس نوتيفيكيشن بيريود دي معلومه سيئه شويه ما بحبهاش، بتعالج الديفكتس وبتعالج ملاحظات الاستلام الابتدائي وبتعالج السناج ليست، ودي موضوع بايخ شويه عايم في العقود. انا شخصيا في عقودي بكتب ان السناج ليست ماكسيمم اللي يتفق عليه يوم محضر الاستلام الابتدائي ويحق التاخير بعد كده، انما والديفكتس برضو بتاعه الاستلام الابتدائي تخلص مثلا في اسبوعين. خلصنا الديفكس نوتيفاينج او ديفكس وصلح المقاول كل الديفكس؟ لا، هياخد مده يصلح الديفكس من اخر ميعاد هصدر فيه ديفكس. بعد كده اول ما نطلع الايه؟ البرفورمانس، شهاده الانجاز، بيرفورمانس سيرتيفيكيت. البرفورمانس سيرتيفيكيت ارسلت، يبقى بعديها ب 21 ماكسيمم 21 يوم ارجع للمقاول ايه؟ البي اس. فين البي اس هنا يا باشمهندسين؟ حد فاكر البي اس؟ خطاب الضمان النهائي. وشكرا كده خلصنا المشروع ورجعنا للراجل خطاب الضمان النهائي بتاعه. طيب ايه حكايه الداب دي بقى يا باشمهندسين؟ ايه حكايه الداب؟ ديسبيوت ادجيديكيشن بورد. بعد 28 يوم من بدء المشروع او من الليتر من بدء المشروع حضرتك، او من الليتر اوف اكسبتنس سوري، حضرتك الداب تعتبر اختياريه مكتوبه في الفيدك، اجباريه في الفيدك، مفضله في الفيدك، بس ما فيش مانع لا نتفق اطراف العقد يتفق على الا يعينوا داب. النصيحه العمليه لازم تعين داب. طالما دخلت في 200 مليون ريال مثلا، مليار جنيه، نص مليون دولار، نص مليار دولار، عين داب. مش نص مليار، 100 مليون دولار، 150 مليون دولار، عين الداب. ايه هي الداب دي؟ دي ناس اكفاء، ناس عندها خبره. بيتعينوا ازاي؟
يا اما واحد يا اما مهندس محترف كده، مهندس محترف اختار اي اسم انت سامع عنه يجي يقعد في المشروع، او يبقى هو اسمه الداب. نعينه ازاي؟ يقترح يا اما يبقى في اسماء مكتوبه في الكونتراكت داتا، كونتراكت داتا، يا اما نتفق عليهم عند الحاجه او عند بدء المشروع. اول حاجه لو كانت الداب واحد يبقى نتفق عليه ونعينه. طيب لو كانت الداب ثلاثه يبقى المقاول يعين واحد، يرشح واحد، والمالك رب صاحب العمل يرشح واحد لبعض، والاثنين يوافقوا او يرفضوا لغايه ما يوافقوا على اثنين، ثم الاثنين الجداد دول يجتمعا ويعينوا رئيس، يعينوا الثالث، والثالث ده بيسموه الليبشير بيرسون. الليبشير بيرسون دي اسمها كونستيتيوشن اوف ذا داب، تشكيل الداب. طيب عموما لو ما عرفناش نعين طيب الناس اللي عيناهم دول ممكن ما حد فيهم يجرى له حاجه، واحد فيهم يرفض، ممكن بعد ما يشتغلوا نعترض على واحد، يجوز احنا الاثنين نتفق نشيل واحد. انما مفيش حاجه اسمها انا اللي عينتك وانا اللي هشيلك، لا خلاص عندنا واحد، عندنا الثاني، وعندنا الثالث. الاثنين اعضاء العقد، اطراف العقد، المالك والمقاول، يمكن ان يتفقا على to revoke one of the appointment. الناس دي بتاخد فلوسها ازاي؟ بتاخد النص والنص. الناس دي بتاخد فلوسها نص على المالك ونص على المقاول. لما نيجي ندفع، انا هقول لك كل موضوع الداب بدون تسلسل السلايدز عشان ما نبقاش مجرد بنقرا، عشان موعد الاسئله يكون في وقت كويس نسال فيه ونجاوب مع بعض. لو واحد من الاطراف ما دفعش للداب، الطرف الثاني يدفع ويتعوض، والطرف الاول يتعوض. يعني المقاول ما دفعش، يقوم الملك يدفع، وفي المستخلص الاستشاري يخصم. تمام؟ طب الديسبيوت لازم ازاي يعني اشغله؟ خلاص اتعين في المشروع، اشغله ازاي؟ بكل بساطه هناك في البند اللي اسمه 3.7، لما الاستشاري هيقول لك انت لا تستحق المطالبه التي تقدمت بها، هتقوم الراجل، هيقوم سوري، او الايشيو اللي انت بتقول عليه ده تاخير، الايشيو اللي انت بتقول عليه ده انا مستحق 10,000 جنيه تعويض، رد عليك بانه رفضها، فانت بتصدر حاجه اسمها نوتيس اوف ديس ساتسفاكشن، بتصدرها للطرف الاخر. فلما تصدر للانجينير، لما تصدر النوتس اوف ديس ساتسفاكشن لازم تروح بها للداب. طب ممكن بعد كده ترفع الامر للداب، يقول لك ريفير تو ذا داب. طب افرض انت اصدرت النوتس اوف ديس ساتسفاكشن ونسيتها وخلاص على كده، انا مش عاجبني الكلام ده، في تايم بار، بعد التايم بار خلاص اصبح اكنك ما اصدرتش نوتس اوف ديس ساتسفاكشن، اكنك لم تصدر النوتس اوف ديس ساتسفاكشن، وبناء عليه تبقى اوبسليتد وخلاص، يبقى القرار اللي اصدره الاستشاري نهائي. يبقى ازاي الداب تبتدي تشتغل؟ لما تستلم من احد الاطراف نوتس اوف ديس ساتسفاكشن ريفيرنج الايتم، المطر، الديسبيوت، الايشيو الى الداب. في اجريمنت محطوطه في الابندكس، نسخه نموذج للاجريمنت موجوده في الابندكس بتاع الفيدك للداب، اسمها داب اجريمنت، هي تراي بارت يعني ثلاثية الأطراف، صاحب عمل، مقاول، فريق الداب، سواء هو واحد أو ثلاثة، العقد بيمضي عليه الثلاث أطراف دول. إذا واحد من الداب عايز، إذا ما عرفناش نعين واحد من الداب، إذا واحد من الداب عايز تغيره، إذا واحد من الداب توقف عن العمل عشان مريض، مشغول، توفى لا قدر الله، اصبح مش قادر، ايا كان، ممتنع ايا كان، فانت بتعين الثالث، تعين اللي هيتغير ده انت عايز تعينه. اطراف العقد يعينوه ازاي؟ يعينوه زي ما هو نفسه، يعينوا البديل زي ما هو نفسه اتعين في اول مره. طيب اذا اختلفنا في تعيين الاخير دون، نروح لسلطه التعيين. ما هي سلطه التعيين؟ نكون كاتبينها في الداب، في اتفاقيه الداب، وكاتبينها في الكونتراكت داتا، ليكن نقابة المهندسين المصريين، نقابة المهندسين المصرية، نروح لها وندفع لها الفلوس ونعين، وهي تعين لنا الطرف الثالث بنفس الطريقة، واحد يترشح ونوافق عليه ونختلف عليه ويجي الثالث
الخ خطوات الداب او البنود المتعلقه بالداب. واحد اسمه كونستيتيوشن اوف ذا داب، تشكيل الداب. فيلير تو ابوينت داب، لو ما عرفتش تعين واحد من الداب ممبر يحصل ايه؟ افويدنس اوف ديسبيوت. اوبتيننج داب ديسيجنز، حد شاف معايا اوبتيننج داب ديسيجن من 5 دقائق؟ اظن اتفقنا ان احنا هنعمل ريفير بعد النوتس اوف ديسفاكشن او بدون اي مشكله، طالما الامر مش معروض على الانجينير من حقك تاخد الامر وتروح بيه للداب. ما ينفعش الامر عند الانجينير وتقوم واخده رفعه للداب، لا استنى من الانجينير يخلص، يا اما يخلص يا اما يتاخر عن التايم بار المتاحه ليه انه يصدر القرار. ممكن ما يصدرش القرار فات 28 يوم مثلا والاستشاري لسه، او 42 يوم والاستشاري لسه عمال يراجع، بعد المده دي تقوم رايح انت رافع تصدر للطرف الثاني الموضوع ده يا باشمهندسين، انت رافعه قدمته للاستشاري وبيدرسه، الاستشاري خد له اكتر من 42 يوم، فبتقوم ابلغ لو انا المقاول ابلغ الملك اقول له الموضوع اللي انا بعته للاستشاري انا مش موافق على اللي حصل، ان هو بعتبر notice of dissatisfaction لأداء الاستشاري أو لقرار الاستشاري، وناخد الموضوع هو عندي صورة منه أو مواخده طالع دي عداب اتفضلوا معايا notice of dissatisfaction، معايا notice of dissatisfaction عشان الاستشاري الثاني الانجينير اسمه الانجينير، اسمه المهندس، لم يستجب خلال المدة ولم يصدر قراره، يبقى كده انا رفعت الامر لايه؟ للداب. طيب اذا اختلفنا مع الداب بنعمل حاجه اسمها اميكابل سيتلمنت، حل ودي. اذا لم نصل الى حل ودي بنروح للاربيتريشن، للتحكيم. هقول يعني ايه تحكيم عشان التحكيم ده شيء مهم. فيلير تو كومبلاي وذ داب ديسيجن، طب افرض حضرتك الداب اصدرت القرار والداب اصدرت القرار وانت المقاول ما نفذش، يبقى انا اعمل ايه؟ يبقى انا المالك والمقاول ما نفذش القرار والقرار صدر من الداب، يبقى الملك ممكن يعمل ايه؟ ياخد عدم تنفيذ القرار، يسمي ايفنت اسمه عدم تنفيذ قرار الداب، واروح بيه للتحكيم، اروح للمحكمين لهيئه التحكيم، افعل بند التحكيم واروح لهم بايفنت اسمه يا باشمهندسين عدم تنفيذ قرار الداب، ونبتدي اربيتريشن كيس بتدرس امر اسمه عدم تنفيذ قرار الداب. طب افرض قرار الداب ده قرار مهم وعايز يتنفذ فورا، يبقى انا اروح نعمل ايه؟ نطلب من هيئه التحكيم فورا اصدار اورد فوري، اورد احتياطي. الاورد الاحتياطي ده تصدره الهيئه، تقول يا مقاول او يا مالك حسب اللي رفع التحكيم عليك تنفيذ الجزئيه اللي في الاورد ده، قرار الداب تنفذه فورا عشان نمنع سيفتي ايشيو في المشروع، عشان نمنع تفاقم مشكله في المشروع، فبنجبر الطرف اللي المفروض ينفذ على تنفيذ هذا الامر. طب افرض بعد ما نفذ او بعد ما نفذ قرار التحكيم طلع عكسي، هذه الامور بيسموها فيها ريزرفيشن، يعني يرجع الراجل اللي نفذ او دفع فلوس يسترجع الفلوس من الطرف اللي استفاد. طبعا الموضوع متشعب بس اهو لذيذ، احنا بناخده كحكايه محتاج تدقيق ساعه التنفيذ. طب افرض احنا ما عندناش داب اساسا في المشروع، ما عندناش داب في المشروع، يبقى ولا في عندنا اوبتيننج داب ديسيجن، ولا محتاجين اوبتيننج داب ديسيجن، ولا في حاجه اسمها اميكابل سيتلمنت، وبنتوجه على طول للتحكيم. طيب نتكلم بالمره بقى عن التحكيم يا باشمهندسين. ده الايه؟ ده السيكونس بتاع الفيدك كوبي بيست من، انا بسرع بقى خلاص عشان الوقت. تيبيكال سيكونس اوف ديسبيوت ايفنتس انفيزج ان كلوز 21، كلوز الايه؟ كلوز الكليمز والداب. ده كونستيتيوشن اوف داب، تشكيل الداب زي ما قلنا عليها 50% كل طرف بيدفع 50%، اللي يشوف حاجه انا ما قلتهاش يقول لي الحق يا دكتور ما قلتش دي. الترمينيشن بتاع اي حد من الداب او بتاع الداب ما ينفعش
باي طرف واحد، ما ينفعش من المقاول بس او الملك بس. دي مدة زمنية، مدة الداب ومدة الاكسبيريشن بتاع الداب. دي المعاملة بتاعت الداب كلها هتمشي ازاي. ادي بارتي يعين طرف، ده المقاول، مجلس ادارة شركة المقاولات، مجلس ادارة المالك يعين طرف وده يعين طرف، والطرفين يتناقشوا مع بعض بالسهم الاصفر، يطرعوا واحد اسمه شير بيرسون او شير اوف ذا داب او الراجل الايه الرئيس. اوكي يا باشمهندسين، ترشيح واختيار اعضاء مجلس فض النزاعات. فيلير تو ابوينت داب ذا بارتس فيل تو اجري، قلنا الفيلير. في حاجه مهمه اسمها بايندينج ديسيجن وفاينل ديسيجن. ايه هو الفرق بين سوري فاينل زائد بايندينج وفاينل، واحد تاني اسمه بايندينج بس. الداب ممكن تطلع قرار ومن حق الطرف الاخر اللي ضده القرار، مش عاجبك القرار، بتعمل نوتيس اوف ديساتسفاكشن. لما تعمل نوتيس اوف ديساتسفاكشن القرار طالما طلع من الداب، نكتبها عندنا مش مهندسين، القرار طالما طلع من الداب اصبح ملزم. انا قلت ملزم ما قلتش نهائي، القرار طلع ملزم. اذا اعترض عليه حد لا يصبح نهائي الا لما يصدر القرار النهائي. اذا لم يعترض عليه حد والتايم بار عدى 28 يوم يتحول الى نهائي، يبقى القرار اول ما يطلع اسمه ملزم. القرار لما يعدي الاكسبيريشن ديت بتاعه النوتس اوف ديساتسفاكشن او قبل كده اتفق الطرفين على شيء ما، تصبح القرار برضو بايندينج ونهائي. يبقى نفتكر ان في بايندينج وفي بايندينج ونهائي. 50% اللي يدفعها المالك 100% اذا دفع المالك او اذا المقاول ما دفعش ال 50% او المالك ما دفعش ال 50%، الطرف الاخر يدفع ال 100% ثم يسترجعها. avoidance of the disputes obtaining that decision، قلت لك على 3.7 خلال 43 يوم من الثلاثه. التأخير ما اصدرش في ال 42 يوم اللي قلت لحضرتك عليهم، يبقى انت تقول مش هينفع التاخير ده، وتقوم مطلع نوتس اوف ديساتسفاكشن، ديساتسفاكشن اوف ذا انجينير ديترمينيشن، وتقوم عامل ريفيرنج تو ذا داب، تروح للداب. في حاجه مهمه قوي 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 قوي، حته قانونيه. ما لم يخالف القانون القابل للتطبيق، ما لم يخالف القانون القابل للتطبيق، ان الداب وقرارات الداب والاعتراض على الداب توقف اي فترة تقادم، توقف اي فترة تقادم. يعني الداب يجب ما لم يخالف القانون الواجب التطبيق في العقد اللي انت فيه. طب لما ترفع الامر للداب، كلا الطرفين عليهم طبعا يتعاونوا تماما مع هيئة الداب ويديهم كل المعلومات اللازمة ويزوروا الموقع ويمكنوهم من زيارة الموقع. ما ينفعش المقاول على البوابة يقول لو لقيتوا الداب جايين على المشروع ما تدخلوهمش، يكشف أي أعمال، يعمل يتفرج على أي ملفات، يشوف نتائج أي تيست، يعمل انترفيو مع أي حد من المشروع. الموضوع أوبن بالنسبة للداب. طب الشغل يقف؟ لا، طالما ما فيش ترمينيشن في المشروع، طالما ما فيش اباندمنت، المشروع شغال، المقاول شغال، احنا مختلفين بس المشروع شغال عادي جدا. الداب ديسيجن خلال 84 يوم افتر، بعد ما ترفع لها الامر هترد عليك في خلال 84 يوم ماكسيمم، ممكن 80 ممكن 70 ممكن بيفور ممكن افتر. اعتبر موضوع الداب منتهي امتى؟ يا اما بعد مضي 84 يوم، يا اما بعد اتفاق الطرفين في شيء ما، ممكن يتفقوا باي طريقه. اوكي، طيب في جزئيه صعبه، افرض الداب حكمت ان المقاول يدفع للمالك 100,000 ريال. طيب يبقى المقاول يدفع ال 100,000 ريال للمالك، يدفعها امتى؟ as soon as practicable، فورا وبدون نوتس وبدون اشعار وبدون فاتوره وبدون ستيتمنت.
طيب افرض الملك هو اللي يدفع على المقاول، والمقاول والملك قال المقاول ده على فكره لو خد مني ال 100,000 ريال دلوقتي ورحنا للتحكيم انا هعمل نوتيس اوف ديس ساتسفاكشن، ما هو القرار بايندنج يعني ينفذ، قرار بايندنج ينفذ يعني ينفذ. نرجع تاني نشوف الاورجنايزيشن الشرط البسيطه اللي انا عاملها. لا مش هنا دي لسه جايه. لازم ينفذ، فالملك يدفع المقاول 100,000 ريال، فممكن الملك يقول المقاول لو خد مني 100,000 ريال وهيئه التحكيم اللي هنروح لها بعد كده حكمت بال 100,000 ريال، ممكن ما نلاقيش مع المقاول 100,000 ريال، اصلا ده عليه ديون لكل مقاولين الباطل. يبقى ممكن الداب وهي بتصدر القرار بدفع ال 100,000 ريال الى الملك تلزم الملك بتأمين بتقديم تأمين بشكل ما. شيك بقى مقبول الدفع، خطاب ضمان مخصص لهذا الامر من حقها تصدر قرارها بان الطرف اللي هيستفيد من الدفعه دي يصدر خطاب ضمان او اي ضمانات كافيه. الداب ديسيجن يصدر القرار، بارتيز كومبلاي، البارتيز هنا الامبلوير والمقاول كومبلاي، الانجينير يجبره الامبلوير انه ينفذ، يقول له انت كلامك طلع غلط في الديترمينيشن او وات ايفر، الداب قررت كده عكسك او مش عكسك مش مهم، المهم انت عليك تنفذ يا انجينير. وهنا البارتيز كومبلاي، يعني ايه بارتي كومبلاي؟ يعني اللي عايز يعمل نوتس اوف ديساتسفاكشن يعمل، ولكن اللي عليه 100,000 ريال يدفعها، اللي عليه 100,000 ريال يدفعها ويعمل نوتس اوف ديساتسفاكشن زي ما هو عايز. تاخد بالك ان الداب ليست اربيتريشن، اعضاء الداب ليسوا اربيتريتورز، احسن تنسى نفسك وانت اربيتريشن بقى سوري داب بقى بانل وتقول لي انا الكل في الكل. اوكي طيب، هل ينفع ايه حكايه التحكيم؟ امتى اروح للتحكيم؟ ما ينفعش اروح للتحكيم من قبل الداب، طالما انا معين داب، طالما عيننا داب ما ينفعش نروح للتحكيم الا اما يصدر القرار بتاع الداب ونعمل نوتس اوف ديس ساتسفاكشن ونستنى 28 يوم وبعد كده نروح اربيتريشن. نرجع هنا عشان الناس اللي عايزه تجمع الامر كويس، ادي 84 يوم اصدرت الداب قرارها، خلال 28 يوم يمر 28 يوم لم تصدر نوتس اوف ديس ساتسفاكشن، يبقى انا بعد كده الطرف اللي عايز يروح للتحكيم يروح، يعني بعد 112 يوم. اوكي 112 يوم. الارقام دي يا باشمهندسين مهوله، يا ريت في العقود بتاعتنا ناخد بالنا وما نعملش نخلينا كويسين مع بعض عشان ما نروحش للايام الطويله دي. ما ينفعش تروح للتحكيم الا لما تتم المدد دي. In accordance with clause 21.4.4 اللي هو ده. طيب التحكيم بقى شروطه ايه؟ حسب الاي سي سي انترناشونال تشامبر اوف كومرس، ده الديفولت في الفيديك، ينفع اغيره واخليه نقابه المهندسين المصريه؟ ينفع، ينفع اخليه المركز السعودي للتحكيم؟ ينفع. العقد السعودي الجديد كتب كده يجوز اللجوء الى التحكيم بموافقه الوزير ويكون التحكيم لدى المركز السعودي للتحكيم في الرياض. خطوه جميله من العقد السعودي الجديد عقد الاشغال السعودي. طيب الاجراءات ازاي؟ الاجراءات حسب الاي سي سي، يعني الاجراءات يعني مكتوب كتاب في الاي سي سي كيف نعين المحكمين، كيف ندير جلسات التحكيم، الموعد النهائي لاصدار حكم التحكيم والى اخره، اسمها الاجراءات. طيب القواعد التحكيم هي قواعد المركز، مقر، عفوا، في فرق بين مقر التحكيم ومكان التحكيم. مكان التحكيم ده ينفع على النت، ينفع تقعد انت والاطراف تقعد في اي غرفه اجتماعات في اي مكان، مكان التحكيم وليس لها اي تاثير قانوني، ولكن مقر التحكيم هو المقصود بالاي سي سي. يعني الاي سي سي يعني ايه؟ يعني انا هتبع قواعد، بالاضافه الى القواعد هتبع القانون القابل للتحكيم في باريس. يعني المحكمه المختصه بالنزاع بقت هناك باريس، المحكمه المختصه بالتنفيذ بقت باريس، بقت هناك في فرنسا.
كله القانون القابل للتطبيق راح لباريس ما لم يتفق الطرفان على غير ذلك. اللي ما يعرفش حاجه عن التحكيم شبه الداب، كل طرف يرشح محكم، الاطراف توافق، الطرفين المحكمين اسمها محكم مش محكم، المحكمين يختاروا الثالث اللي هو رئيس هيئه التحكيم، ويجتمعوا بموجب الاجراءات اللي اتفقوا عليها. لو هي اي سي سي انترناشونال شامبر اوف كوميرس يبقى اي سي سي، لو مش اي سي سي يبقى المركز السعودي للتحكيم، جمعيه المهندسين المصريه، نقابه المهندسين المصريه، المركز العربي للتحكيم، مركز القاهره الاقليمي للتحكيم، غرفه دبي، الخ الخ. افرض الداب اصدرت حكم من ثلاث اجزاء وانت كمقاول عجبك جزئين ومش عجبك الثالث، يبقى نتعامل مع النوتس اوف ديسساتسفاكشن مع الجزء اللي اترفض فقط، يبقى بيسموه ايه الاجزاء الباقيه، الحكم نفسه بتاع الداب، قرار الداب مش حكم، الديسيجن بتاع الداب بيحصل له حاجه اسمها سيفيرابيليتي، يعني جزء صالح للتنفيذ وجزء عليه نوتس اوف ديسساتسفاكشن. الجزء الصالح للتنفيذ اصبح بايندينج ونهائي، بايندينج ونهائي. الجزء اللي عليه اعتراض اصبح بايندينج فقط، لم يصبح نهائي بعد. الميكابل سيتلمنت ده الحل الودي خلال 28 يوم اجتماعات ومحايلات، وهنا اخر فرصه ليك لانك ما تضيعش وقتك وتقعد سنه وسنتين وثلاثه وتدفع لهيئة التحكيم بسم الله الرحمن الرحيم كده ملايين، تدفع لها ملايين، وحتى لو الكيس غلط، وحتى لو الكيس فاشلة، وحتى لو الكيس واضحة جدا انها ضدك او ليك، هيئة التحكيم هتاخد الملايين بكل بساطة. دي خطوات الاربيتريشن، واعتقد ان احنا قلناها. failure to comply with that decision، قلنا لو احد الاطراف ما نفذش ايه اللي يحصل؟ هنحيل الامر للتحكيم بمنطوق انه لم ينفذ، مع الاحتفاظ بكافه الحقوق التعاقديه والقانونيه الاخرى. ريفير، اظن الكلام ده قلناه من شويتين، ريفير the failure itself to arbitration. ريفير، طب والتاخير ده يعني بعد ما يتاخر، بعد ما يرفض ما خدش تعويض؟ لا، اخد تعويض للمتضرر. ممكن الحكم، اولا حكم الديسيجن الداب او ديسيجن التحكيم يجوز جدا يطلع معاه تعويض للمتضرر. المشكله بس المهمه ان ممكن تدفع الطرف المستفيد مبدئيا بالبايندينج ديسيجن ياخد ال 100,000 ريال، لما المحكم يحكم ان ال 100,000 ريال اصبحت غير فاعله لهذا المتضرر اللي تسلمها سابقا، تيجي تسترجع ال 100,000 ريال يقول لك منين؟ ده انا مديون لطوب الارض. فبيبقى في ايه بقى؟ في ضمان. اللي هياخد ال 100,000 ريال كحكم مبدئي يصدر خطاب ضمان او يقدم للطرف الاخر خطاب ضمان او شيك بنكي او اي ضمان باي طريقه. نو داب ان بليس، زي ما بقول لحضرتك هنحول على طول، ولا بقى في ميكابل سيتلمنت ولا في حاجه اسمها اوبتيننج داب ديسيجن اللي هو 21.4 21.5، عشان ما فيش اصلا داب تسقط، والديسبيوت على طول يرسل باي ايذر بارتي، في ناس بتقول ايذر وناس بتقول ايذر، للاربيتريشن على الاي سي سي زي ما قلنا. دي الديترمينيشن، دي بقى خلاص خلصنا كده احنا الديسبيوتس. من مميزات الفيديك انه كاتب لك الديترمينيشن يمشي ازاي، سيناريو 1 سيناريو 2 سيناريو 3. ما تنساش حضرتك ان شاء الله نرسل فيديك جولدن برنسبلز، وحابب اشكركم مبدئيا، ونشوف لو في حد من الساده الجمال عنده سؤال. اولا انا عايز اجابات في دقيقه كده نكتب على الشات إجابة الخرسانة اللي أنا كنت عاملها. فاكرين الخرسانة اللي أنا كنت عاملها يا باشمهندسين؟ 7 سم وال 10 سم، ما هو الحل الأمثل؟ مين هيقول لي الحل الأمثل يا باشمهندسين؟ ها، ال 10 سم
ولا السبعة سنتي هي اللي صح؟ هديكوا فرصة دقيقة ونص. تعويض 10 10 لا 10 كويس كده اشتغل تمام 10. طيب باشمهندسين انا عايز برضو اعمل اكستنشن للسؤال. انا اعني ننفذه كام من حق المالك ينفذ كام سنتي بدون تعويض؟ بس كويس الباشمهندسين اللي قالوا حسب المهندس وتعويض المقاول. طيب انا هختار الباشمهندسين اللي قالوا لا ده في موضوع كبير بقى بيقول لك الموضوع يتعدى النسبه. المهندس احمد الزهري عندك استعداد تعمل مداخله؟ احمد الطهري المهندس احمد الطهري عندك استعداد تعمل مداخله؟ الصوت مناسب معاك؟ السلام عليكم. ايوه السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله. ازيك يا دكتور؟ الحمد لله رب العالمين. حضرتك يعني في العقد انا كنت اقراها على طول، وفي شروط العقد ان النسبه لازم النسبه اللي ممكن يتجاوز عنها مع المقاول هي ما تعديش 25%. عدت 25% يبتدي التعويض للمقاول. 25% في ايه بالظبط؟ من نسبه من قيمه البند. يعني طالما النسبة ما عدتش 25% من قيمة البند المقاول يعملها طالما فيها ضرر. لو الضرر أقل من 25% من قيمة البند. قيمة التغيير. ينفذه مجانا ولا ينفذه بمقابل؟ لا بدون مقابل. بدون مقابل. شكرا لك يا باشمهندس، هنشوف رأي الباشمهندسين. شكرا لك جدا جدا باشمهندس. شكرا يا دكتور. هنشوف بقى رأي المهندسين. معظمه بيقول 10 سنتي. نشوف حد من اللي بيقول 10 سنتي على سمك 10 سنتي. مهندس خالد كامل تقدر الصوت عندك شغال؟ الو السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. اهلا وسهلا. اهلا وسهلا. ازي حضرتك؟ ازي حضرتك؟ حضرتك كاتب 10 سنتي؟ 10 سنتي ان شاء الله. ايوه هو الرأي الفني حضرتك 10 سنتي فعلا رأي فني محترم يعني. والمقابل زين. المقابل ياخد فرق كميات طبعا. المقاول ياخد فرق كميات يا دكتور. يعني البي او كيو مكتوبة 10 سنتي. المواصفات ايوه 7 سنتي بس حضرتك الديزاين الرأي الفني بيوافق ال 10 سنتي. طيب لازم نلتزم بال 10 سنتي. خلينا نشوف السلايد احسن عشان ظهر السلايد تظبط معاكي. نشوف السلايد بسرعه. ماشي يا محمد. حضرتك قلت التكنيكال 10 سنتي يعني. ايوه صح. واضحة كده السلايد؟ واضحة يا دكتور. طيب نقول تاني. البي او كيو بتقول 10 سم. والدروينج سبيسيفيكيشن بتقول 7 سم. والتكنيكال يعني الشغل السيف لازم 10 سم. كمان مرة 10 سنتي بي او كيو 7 سنتي سبيسيفيكيشن. البرايورتي كده البرايورتي من في الاتجاه من فوق لتحت.
البرايورتي كده طبعا. التكنيكال عايزاها 10، احتياجات المشروع 10، البي او كيو 10، السبيكس 7 اللي هي تسبق، اللي هي فوق يعني، اللي هي نقدر نسميها باشمهندسين. ممكن نسمي مين صح، مين فنيا صح؟ العشرة صح يا باشمهندس معايا؟ مع حضرتك ايوه طبعا. العشرة صح والسبعة مكتوبة غلط، هنترجم بقى بالطريقة دي. العشرة صح والسبعة مكتوبة غلط، اللي هي أصلا سوبرسيد عشان برايورتي أوف دوكيومنت. مظبوط؟ أيوة. ولكن احتياجات المشروع أكدت لي إن الصح 10. وعندي بند، تعالوا نرجع كده خطوة. تعالوا نرجع خطوة يا باشمهندسين. لو رجعنا للسلايد، سلايد واحدة للخلف. السلايد اهي، بص يا باشمهندس، نين السلايد، نقرا تاني الجزئيه دي يا باشمهندس. الجزئيه دي البرايورتي اوف دوكيومنت بتشرح لنا ايه يا باشمهندس؟ نقرا يلا ار تو بي من اول هنا. اديني كبرتها، نقرا يا باشمهندس الناس اللي قالوا 7 والناس اللي قالوا 10. ار تو بي ما يصح. لا لا قرينا مش مهندسين. حد يحب يجاوب تاني؟ حد يحب يكتب إجابة؟ يعني السبعة غلط، ممكن بلغة المقاولات السبعة غلط. البرايورتي للسبعة حسب النص اللي مكتوب، الشغل الفني يقول 10، البي او كيو بتقول 10. يلا نترجم مع بعض، يلا نعمل كومبايليشن، يلا نعمل انتجريشن اوف دوكيومنت، يلا نتمم بعضها بعضا، يلا ننفذ كلمه ويتمم بعضها بعضا. هتعمل ايه يا باشمهندس وانت عمال تتمم دي؟ تعالى وانا هعمل لك انفيشن تاني. يلا يا باشمهندس، يلي بتقول 7 واللي بيقول 10، تمم لي دي مع دي، كيف ستتممهما؟ المقاول هيتخانق معاك ويقول لك لا 7، والمالك هيقول لك لا 10، بس اصل هي يتمموا بعض. هو مين الصح؟ مين المنشأ مش هيسقط امتى؟ لما اعمل ال 10. هي ال 10 مكتوبه، اه مكتوبه، بس مكتوبه في اخر برايورتي، يعني مكتوبه بالغلط. ما هي مكتوبه بالغلط يا مكتوبه بالصح. يلا نتمم مع بعض يا باشمهندس، تمم تمم. ويكمل بعضهما بعضا ويفسر معا. ها انا شايف حد كتب تاني، يلا تمموها لي مع بعض يا باشمهندسين. مين كتب حد؟ مهندس خالد كامل. ايوه محمد، انت كده غيرت رايك ولا ايه يا مهندس خالد كامل؟ لا لا لا، انا ما غيرتش حضرتك. انا قلت حضرتك، انا قلت ان هو في يتحسب ال10 وكده، ال10 سنت محسوبه في البي او كيو، فما فيش تعويضات، لان البي او كيو هي اللي بيحسب عليها المقاول كده. يعني ما فيش تعويضات، لان كميات موجوده في المقايسه. خلاص خليك معايا، خليك معايا. عكست لك المثال، يعني ترجع تقوم لو عكست لك المثال هتقول لي البرايورتي اوف دوكيومنت يا دكتور للمواصفات. لا احنا بنقول ان الكميات في البي او كيو يا دكتور، يعني طيب خليك معايا. كل الباشمهندسين اللي قال السلام عليكم دكتور حبيب قلبي. مين معايا يا فندم؟ معاك ابراهيم. ممكن تخليني اكمل لو سمحت يا استاذ ابراهيم؟ اتفضل. ها؟ اتفضل. حضرتك الباشمهندسين اللي قالوا اصل البي او كيو هو سعر عليها وشافها وكاتب زي المهندسه هند، زي المهندسه هند، زي المهندس في مهندس تاني قال اصله شايفها في البي او كيو. انا عايز اشيل المبدا ده مننا يا باشمهندسين، ان انا لما سعرت كنت شايف ال 10 سم بالذات دي تبقى سبورتنج، ولكنها ولكنها
هي الاساس وليست الاساس. ما تبصش انه اصل هو بيسعر ارى كلمه 10 سنتي عشان المره الجايه هتلاقيه جايب لك بند اخر ضدك، هيجيب لك بند اخر ضدك يقول لك انت قلت لي اصل انت لما سعرت شفت ال 10 سنتي، هيجي لك في الدور العلوي ويجيب لك 10 سنتي ثانيه عكس ال 7 سنتي، ويبقى منها لو استخدم نفس المبدا انت اللي تخسر. فاحنا بنوحد كلامنا، بنقول يلا ننفذ الانتجريشن، يلا ننفذ يتمم بعضها بعضا، يلا ننفذ يفسر بعضها بعضا. لما قلت ان يفسر بعضها بعضا رحت رايح باصص هو المشروع محتاج ايه، حاجه مكتوب لي 7 وحاجه مكتوب لي 10. انتوا عارفين الملك دايما يقول لك هات الاغلى هات الاكبر، لا طالما في ديسكريبانسي خلينا في كلمه يتمم بعضها بعضا. مين هو اللي بيتمم؟ المعلومات المتوفره قدامي 10 سنتي و7 سنتي. طبعا هتكون اسهل عليا كتير كمالك لما الاقي ال10 هي برايورتي اوف دوكيمنت، فرد عليه اقول له ان احتياج المشروع، اكتب ردك كده يا استشاري عشان ما يمسكش عليك بند تاني بعد 6 شهور يقول لك قياسا على المبدا ده. لازم ردك، لازم ردك يا باشمهندسين تقوله بناء على نمرة 1 احتياجات الديزاين، نمرة 2 البرايورتي اوف دوكيومنت يجب التنفيذ 10 سنتي لو كانت ال 10 سنتي فوق. في الحالة دي ما يقدرش يجي يقول لك دايما انت شغال برايورتي اوف دوكيومنت فقط. اما لو التزمت في البرايورتي اوف دوكيومنت عشان لقيت حاجة 20 سنتي كويسة معاك هيطبقها لك في باقي البنود. ما تنساش دايما تدور على ويفسر بعضها بعضا ويتمم بعضها بعضا. تمام؟ عايز ينفذ 7 تتعمل نسبة تناسب لسعر كذا، سعر كذا، عايز ينفذ 10 ياخد سعر البي او كيو، السعر كذا. فنانة فنانة الباشمهندسة اللي كاتبة كده. شكرا لك يا باشمهندسة، بس برضو دي طريقة كوميرشال زيادة عن اللزوم، مش بتاعت استشاري كده بيقبض 20,000 جنيه. دي بتاعت استشاري بيقبض 18,000 جنيه بس. فارجوكوا خلينا بمبدا العقد. هو مش عارف، مفيش حاجه اسمها عايز ينفذ. انت التزامك 10 سنتي، ما تحاولش تروح معاه للنسبه والتناسب دي عشان هتضرك كمالك. دايما المقاول بيعمل نفسه فقير، فتيجي تاخد منه فرق، تخصم فرق مش عارف ايه، يخصم يدي لك خصومات بسيطه ما ليست في صالح المالك. انت محتاج 10، مش الديزاين محتاج 10 يا باشمهندسه، يبقى انا انفذ ال 10. مش الديزاين محتاج 18، انفذ ال 18. ممتاز يا باشمهندسه، ال بيسموه ايه الاستراجلنج بتاعك ممتاز وكلامك صح، بس انا عايز التزم بالعقد، مش عايز ابقى مفاوض، مش عايز ابتدي كمالك او استشاري مفاوض باصص له في الفلوس. انا بحاول، انا شخصيا بحاول انسى الفلوس، بتكلم على المطلق. انت عليك التزام، ننفذ الالتزام. حد عرف النظريه العامه للالتزامات بتاعه العقود؟ عليك التزام، نفذ التزامك. ايه هو الالتزام؟ الالتزام جه من انتجريشن اوف دوكيومنتس، ويتمم بعضها بعضا ويفسر بعضها بعضا. اتضح لنا انها عايزه تبقى 10 سم. ال 10 سم دي ما جاتش من مخي، 10 سم دي موجوده في مستند. البرايورتي بتاعتها مش هي الاعلى، ولكنها موجوده في مستند. يبقى الناس اللي كتبوا 10 سم في البي او كيو ما كانتش غلطانه. ارجو يكون كده كلنا اتفقنا يا باشمهندسين، 10 بدون مقابل، 10 بمبدا يفسر بعضها بعضا. اللي موافقني، انا شايف ناس كتيره وافقتني اوريدي. مهندس سيد، ما انت بتقول سيفتي، انت معانا من الاول، مش سيد، اسمه الصايغ. محمد الصايغ، لا ده سيد، ده جديد، كويس. مين تاني هيقول واحد؟ المهندس كريم هيقول واحد ولا 10؟ ارجع للمهندس اللي قال الاحدث في التاريخ ده، ما شاء الله ما شاء الله، شاطر شاطر. احمد حسن ولا احمد حسين؟ افتح المايك يا مهندس احمد حسين، عايزين المهندس احمد هيقول لنا درس يا باشمهندسين ينفعنا في صياغه العقود في المستقبل. المهندس اللي كاتب الاحدث في التاريخ، والمهندس معقول فيتنس فور بيربوس. شكرا مهندس كريم. المهندس اللي بيقول الاحدث في التاريخ ممكن يفتح المايك. المهندسه هند تقول لي اوكي 10 بدون مقابل ولا لسه؟ مين اللي قفل المايك؟ شكرا على اللي قفل المايك عشان التدخلات.
بس ممكن نفتح المايك للمهندس احمد حسن فقط. باشمهندس بيم اريبيا، المهندس احمد حسام من بيم اريبيا، اذا امكن تفتح المايك. هو بس يفتح المايك. معاك يا دكتور. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. ايوه يا دكتور، مع حضرتك. ليه بتقول الاحدث في التاريخ؟ لان البديهي ان البوكيو لما يعني لما تم كتابتها كانت خلصت السبيكس تبع المواصفات، مواصفات السبيكس كانت مكتوبه وكان الدرونج معموله وبناء عليه بدات تخرج اخر حاجه في البوكيو، فالمفروض دي هتكون اخر حاجه يتم التسعير عليها، او هي هتكون متوافقه يعني اخر احدث هو احدث من الكونتراكت داتا او من البارتيكولار كونديشن. نعم، عايز تقول ان 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 انشاء او ان كتابه البيو فلو هي حديثة جدا بالنسبة للبارتيكولار كونديشنز مثلا. مش المقصد كده يا دكتور، انا اقصد ان هي يعني في الاخر لو في اي تعديل او شيء المفروض ان هو يعني وصل في بالنسبة للدوكيومنتيشن نفسها في مستندات العقد. قصدك تقول في اعداد التندر دوكيومنت فانه كله بيصب في البيو مثلا. ايوه المفروض. ايوه جميل، كلامك جميل ومش هي النقطة اللي أنا فهمتها من أول، بس كلامك معقول يعني. إنما نرجع نقول خلاص إحنا اتفقنا تقريبا كلنا على 10 سنتي، اللي لسه معترض يقول، اللي لسه شايف الناس تبع يقول. أنتوا عارفين دي عقود، والعقود يعني محاكم، والاختلاف مستمر إلى ما لا نهاية. قال لك بدون مقابل عشان طب لو كانت مكتوبة خالص والمهندس طمم عليها. لا نكلمه بقى المهندس محمد صالح. روماني احنا مش بنتكلم على تعديل خالص، مهندس روماني احنا مش ما جبناش سيره التعديل خالص، شيل مبدا التعديل ده وجاوبني لو عندك حاجه تقولها. ما حدش قال تعديل خالص. نشوف المهندس احمد حسين دقيقه واحده بس نخلص الاول مع بدون خالد كامل بدون مقابل. ليه بدون مقابل؟ طيب يبقى نشوف مهندس محمد صالح. اتفضل مهندس محمد صالح. وممكن بس يعمل رايز هاند علشان يظهر فاديله مايك. ريز هاند يا باشمهندس محمد صالح، ريز هاند، ارفع ايدك. اي حد عايز يتكلم يرفع ايده واحنا نعمل اوكي. اتفضل يا باشمهندس محمد صالح. السلام عليكم. اتفضل يا باشمهندس محمد صالح. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. لو هي ما كانتش موجوده اصلا في البي كيو او في اي دوكيمنت فساعتها لحظه نحل السؤال بتاعنا ده الاول وبعدين ربنا يحضرنا على الجديد. اتفضل. السؤال بتاعنا وصلنا فيه ايه مع بعض؟ انا اوكي موافق ان هي 10 سنتي من الاول بدون مقابل. لا انا بتكلم لو هي مش مكتوبه اساسا في البي كيو. لا احنا دلوقتي لحظه بس، احنا في حاله مكتوبه وفي 7 وفي 10 هنعمل ايه؟ اوكي كده هتبقى 10 وهتبقى بدون مقابل لان هي مكتوبه اوريدي في الدوكيومنت. طيب نروح بقى للسؤال الجديد اللي انت بتقترحه. اتفضل. اللي هي لو مش مكتوبه والاستشاري جاء طلبها بعد كده مش يعني منسية مثلا او مكتوبة غلط وبعد كده الاستشاري راجع وقال لا انا عايزها في اي ستاندر يعني مش لازم دي مثلا هيعمل انستراكشن تو تشينج هيطلب تشينج بالظبط كده. طيب يطلب ما يشاء، عايزها شنطي عايزها 10 يطلب اللي يطلب ساعتها 5 ساعتها بمقابل. نعم ساعتها هتكون بمقابل. انت سؤالك يا باشمهندس دلوقتي رايح في حته ثانيه خالص. يعني ارحب بيك على الخاص، ولكن انت بتسال دلوقتي في العقد الري ميجر ده سؤالك اكتبه عندك وشوف هتلاقي نفسك اللي انا بقوله لك ده اللي انت عايز تقوله.
يا باشمهندسين الباشمهندس بيقول في العقد الري ميجر ماذا لو سقط بند في البي او كيو وموجود في احد مستندات العقد الاخرى، هل ينفذ مجانا ولا ينفذ بمقابل؟ يا ريت على الخاص يا باشمهندس محمد انا تحت امرك. تمام اوكي شكرا جزيلا. الباشمهندسين الثاني اللي قال انا عندي اعتراض، معترض وممكن احمد حسين خلاص لسه مهندس ارفع ايدك مهندس احمد حسين وانا هكتب اوكي. دقيقه واحده انا هعمل لاحمد حسين، احمد حسين دقيقه واحده. ايوه احمد حسين هنا. احمد حسين شكلك مش قاطع اليد. ممكن يفتح المايك دلوقتي، انا عملت له اوكي. مهندس احمد حسين اتكلم. مهندس احمد حسين طيب ناخد المهندس مش حابب يتكلم. اتكلمت خلاص. نعم انا اتكلمت يا دكتور خلاص، وقصده احمد حسين، انا احمد حسن. طيب بس انا شايف حسين حد تاني. طب اتفضل باشمهندس المهندسه داليا. هو انا عندي استفسار بس يا دكتور يا باشمهندس، هو ليه احنا ما بنبعتش اصلا استفسار للمالك؟ يعني انا المفروض ان انا كمقاول براجع كل مستنداتي مع بعضها، وفي حاله وجود اي خلاف المفروض ان انا ببعت للمالك استفسار ايه اللي يمشي. تمام، لان المستندات مكمله بعضها البعض. قصدك في مرحله العطاء ولا في مرحله التنفيذ؟ سواء في مرحله العطاء او مرحله التنفيذ، في الحالتين المفروض ان انا براجع مستنداتي مع بعض، وفي حاله وجود اي خلاف المفروض ان انا برجع يعني ببعت استفسار للمالك. مظبوط. طيب انا هجاوب. مظبوط كده. حاجه ثانيه يا باشمهندس خليكي معايا. هو بس باشمهندس الجزئيه بتاعت المهندس الزميل اللي كان بيسال على حته ان هي لو مش موجوده في اللي هو في العقد الريميجرد. ايوه هو انا اللي اعرفه ان انا بستحدثها كبند، فبرضو عايزه اتاكد هل دي يعني حضرتك هتناقشها؟ نعم حاضر. نعم حاضر خليكي معايا خليكي معايا ما تسيبيش المايك، خليكي معايا. تمام اوكي اتفضل. نرجع بس للمايك. حضرتك بتشتغلي عقود يا باشمهندسة؟ يا فندم. طيب شرفتينا طبعا، بس هو دلوقتي السؤال طبعا مكتوب ده تكنيكال نيد افتر، اكتب لك هنا عشان تجاوب على سؤالك افتر ديو كلاريفيكيشن. ما هو الكلمه دي جت منين يا باشمهندسة؟ جت من الكلاريفيكيشن، ديو كلاريفيكيشن، سواء في مرحله العطاء. انا مش هكتب لكم السؤال صفحه ونص، فكلامك ممتاز وطريقه تفكيرك في العقود كويسه، مش ممتازه، كويسه جدا جدا. تمام شكرا لحضرتك. الحاجه الثانيه بقى سؤالك دلوقتي بيقول ايه؟ ماذا لو كان، خلينا اكتبيه عندك عشان تبقي خدتي اولا قبل ما اخرج من السؤال ده. احنا كام واحد؟ احنا كنا 100 مهندس من شويه. ارجو ان ال 100 دول يبقوا يدافعوا عن رايهم، ما لهمش دعوه بيا، انا وصلت ان ال 10 سم صح. ستجدوا ممانعه كثيره في السوق، ولكن لو فكرت بالانتجريشن هتساعدك كتير. ده المبدا بتاعي. لو فكرت بالبرايورتي بس هتقف عند السبعه مكتوف الايدي. فخلوكم مذاكرين وشوفوا هتدافعوا ازاي عن المبدا. لو واحد جه قال لك مكتوبه بكل وضوح ان هي تكون 7 سم برايورتي، تقول له مكتوب بكل وضوح يفسر بعضها بعضا. يعني ايه يفسر؟ يعني كلمه 10 اللي في البي او كيو هنفهم هم ليه كتبوها في البي او كيو 10. افتر ديو كونسلتيشن
او كلاريفيكيشن لقيناها 10. يبقى اذا ال10 دي مش مكتوبه بالغلط، ولا ال10 دي الملك عايزها خير او جولد بليتنج، ال10 دي ليها اساس تصميمي. برضو الراي بتاعي فيه خطر يا باشمهندسين، ان انت مش هتقدر كمالك تاخدها كده وخلاص 10 سم، لازم تثبت افتر ذا ديو كلاريفيكيشن ان هي تستحق تكون 10. الديزاين مطلوب 10، الاحتياج مطلوب 10. خلاص، فدافع عن بقى ايه، عن الاتفاقيه. احنا عملنا اتفاقيه دلوقتي 100 مهندس. الباشمهندسه سؤالها الثاني سؤال صعب جدا ومهم جدا، بيقول ماذا لو في بند سقط في البي او كيو بتاعه العقد الري ميجر. خلينا نكمل السؤال يا باشمهندسين. ووجد مرسوما في الرسومات، لازم السؤال يبقى كده، البند سقط ووجد مرسومه في الرسومات، بند السلاب اون جريد ده، هل هنروح ننفذ السلاب اون جريد مجانا؟ طب ايه اللي عمل الكونفيوجن اللي عند الباشمهندس اللي سال السؤال والباشمهندسه؟ طبعا اللي عمل الكونفيوجن ان هم بيشوفوا بند في العقود الريميجر بايخ بايخ. بيقول يعتبر اي عمل لم يذكر في البي او كيو ويحتاج ولازم او ضروري لاستكمال الاعمال، يعتبر المقاول قد محمل سعره على بنود العقد. ثاني، يقر المقاول او يعتبر اي بند ذكر في اي مستند من مستندات العقد ولم يدرك في البي او كيو محملا على بنود العقد، قد قام المقاول بتحميله على بنود العقد. هنا في خطوره كبيره، يعني انا راح اعمل سلاب اون جريد بربع مليون جنيه مجانا. طب ايه رايك يا باشمهندسين لو مشروع فيه كابلات كهرباء بمليون جنيه، وازاي انت عندك لوحه توزيع وهتنفذ لي المشروع بدون كابلات كهرباء يا مقاول؟ نفذ الكابلات مجانا. ايه رايكم يا باشمهندسين في المثال الجديد ده؟ ايه رايكم لما نجي الحاله دي؟ ايه رايكم لما نلاقي مبنى الانشاء بتاعه ناقص اعمده، ونقول للمقاول ده اعمال لازمه لتنفيذ العقد؟ ايه رايكم لما نلاقي العقد كله ما فيهوش خرسانات ولم تصل؟ عشان برضو ما حدش، انا الفرق بيني وبين بعض الزملاء ان انا ما بحبش اعمل زي المحاميين واروح بسرعه على كلمه التوازن الاقتصادي للعقد والكلام الكبير ده، ما رحناش للتوازن الاقتصادي. التأثير 2 مليون من اصل 100 مليون، فما فيش اي مشكله في التوازن الاقتصادي. هنعملها مجانا؟ هتقول لي اصل المصمم نسي وانت متعهد ان اي اعمال محمله؟ لا لا، مفيش الكلام ده خالص. امال ايه المقصود بتخزئيه اعمال محمله؟ الكلبسات بتاعت الكابلات يا باشمهندسين، شريط التحذير بالكثير قوي، شريط التحذير، محبس، محبسين، غرفه التفتيش، من مش كل غرف التفتيش، غرفه التفتيش واحده، غرفه محابس واحده تساوي 10,000 جنيه 20,000 جنيه في كل المشروع. انما تقول لي المدرسه الباب الرئيسي بتاعها مش مرسوم ومش في البي او كيو ومفيش مدرسه في العالم كله بدون بوابه. لا انا اسف، انت ممكن النسر بتاع العلم مرسوم ولا مكتوب انه يتعمل بالخشب، ونسينا نرسم النسر او نحط النسر من النحاس، ممكن ساعتها احط لك النسر مجانا. انما تقول لي هو في، بص كده في القاهره مفيش مدرسه ما فيهاش علم ولا ساري علم. لا لا لا، مش ده البند اللي بيقولوا عليه، مش ده البند. ولا فيش مدرسه بدون سبورات، ولا فيش مدرسه بدون بروجيكتورز. لا، مش ده البند اللي بتقول عليه الباشمهندس. الموضوع موضوع كلبسات الكابل، الترباس في باب، دفاش رفاص في باب دور كلوزر، مش دفاشات الابواب في المشروع 150 دفاش، او بيسموه المصري ايه ده، دفاش. اوكي باشمهندسه الزهره، حصل لها نفس الكليم ده في مشروع، عايز تقول حاجه؟ باشمهندسه عندك تعليق ولا خلاص؟
هو الموقف ده حصل في، فكان مشروع كتب اقرب كابل، يعني الكابل يتم توصيله من اقرب مصدر. كلمة مصدر دي كانت يعني مفترض ان هي بتبقى الرينج مين يونت اللي بتبقى على باب المحطة، بس احنا فوجئنا ان مفيش رينج مين يونت. فكان تفسير العميل الاقرب مصدر اللي هو اقرب محطة محولات. هو العقد مقطوعيه او البند ده مقطوعيه ولا محمل ولا؟ لا، العقد كان العقد لامسون، العقد مقطوعيه. أيوة. كويس قوي المثال ده، كل الشباب فهموا. انا هتكلم مع الباشمهندسه اعمل لها، يعني كانت التكلفه 12 15 مليون. 15 مليون عشان نمد الكابل ده من اصل كام؟ من اصل مليار وربع تقريبا. طيب في معلومه جديده اداها لكم المالك ولا المعلومات دي قديمه؟ اللفظ اللي اتذكر في مستندات العطاء كان من اقرب مصدر. للاسف شديد ان احنا نسينا نستفسر اقرب مصدر ده فين. جميل، هو دي اول اعتراف. ولما رحتوا تعاينوا قبل التعاقد، لما رحنا نعاين قبل العطاء، احنا قبل افترضنا العطاء. ان افترضنا ان اقرب مصدر ده كان رينج مين يونت على باب المحطه. مش في محطه هناك؟ اقرب لا، هي مفترض ان بيبقى في حاجه اسمها رينج مين يونت، دي بتبقى على باب محطه المايه نفسها، المفروض انها تتعمل. فين محطه المايه دي؟ محطه المايه في العاشر من رمضان. موجوده يعني يا فندم؟ لا، هي المبنى نفسه كان محطة المية، يعني المنشأ اللي احنا بنعمله محطة المية. حلو قوي. نعم؟ الار ام يو افتكرت ان شركة الكهرباء هتركبه بالظبط على باب المحطة. احنا افترضنا هو العرف بيبقى كده، فاحنا افترضنا كده. ايوه، ونسينا، افترضتوا حاجة ونسيتوا حاجة تانية وخلص. فين الشخص اللي هو عشان عرف فاحنا اعتبرناه، يعني عشان عرف فاحنا اعتبرنا ان ده خلاص ده كده موجود وهو العرف، ما حاولناش نستفسر استفسار جه. حلو. هو عرف والملك هينفذ. صح، الملك هينفذه. كتب، فاحنا ما سالناش. وانتوا ما سالتوش؟ لا، هو ما كتبش كده. ما باي اذر، لو كان كتب لك باي اذر يبقى هو ده العرف، اما بما انها ما اتكتبتش خالص يبقى احنا نسال. شكرا يا باشمهندس. اشكرك على المجهود. مهندس محمد الصايغ؟ لا، حسين فهمي، حسن فهمي. مهندس حسن. السلام عليكم يا دكتور. السلام ورحمه الله وبركاته. مشكور جزيلا يا دكتور على المحاضره القيمه، الله يبارك فيك. هو بس انا يعني هو طبيعي ان المقاول كردود من الاستشاري على للمقاول، يعني مثلا لو قلنا يفسر ويكمل بعضها بعض واحتياجات التنفيذ، المقاول مش هيقتنع بالحاجات دي، هيقول لك انا المفروض ان الحاجات دي تذكر لي في التندر اللي موجود عندي. لكن انا بتكلم كتكنيكال، يعني ما ينفعش في سلاب مثلا هتبقى المفروض او عمود يبقى 10 سنتي، تنفيذيا لازم يبقى 10 سنتي، وهو حتى لو هو مذكور 7 سنتي، هل ده الزامي للمقاول انه لازم ينفذ ال 10 سم بدون اي تعويضات؟ لا طبعا، لا طبعا، ما لم يكن هناك لبس او ديسكريبانسي في المستندات. يعني سي، معلش انا هضرب لحضرتك مثال. كان عندنا احد المشاريع هنا في المملكه، احد المتاحف يعني، فكان فيها اكويبمنت خاصه بالاتش فاك، وحدات التكييف. فطبعا مذكور في وحدات التكييف ان يلزم على المقاول عمل حسابات الاحمال وخلافه، واي زياده في السعه الطن التبريدي لوحدات التكييف يتحمل المقاول اي سعه زياده. فالمقاول يعني لما جينا نعمل الحسابات طلع فعلا ان الساعات اللي مكتوبه في البي كيو اقل من اللي احنا محتاجينها. فالمقاول اعترض، قال لك انا بسعر على بند منصوص عندي القيمه بتاعته او الكباسيتي بتاعته، في حين ان البند نفسه راس البند من فوق منطوقه ان هو اي تعديلات في الساعات اللي موجوده يتحملها المقاول. فزالت، ما زالت المشكله دي قائمه لحد دلوقتي. عايز الرب؟
نعم اتفضل يا فندم. البند انت رديت على السؤال والبند مفسر نفسه وابتدى الكلام بيقول لك اعاده تصميم وان هذه الساعات تقديريه واي تغيير في الساعات على حساب المقاول ده موضوع سهل جدا والمقاول يقول ما يشاء هتعمل ايه المقاول من حقه يعني مش من حقه يمكنه عمل اي خطا يمكنه الخطا في حق نفسه قبل حق المالك انما الامر واضح والاستشاري هيصدر قراره بإعادة التصميم وبنتائج إعادة التصميم. تمام. كلام سهل جدا يعني إنما إن المقاول يصر على الخطأ دي حاجة ترجع له هو بقى. طب يعني لو هي مش مذكورة لو حضرتك مش مذكورة صراحة إن يتم إعادة الحسابات وموجود بس الساعات اللي موجودة والساعات دي اختلفت عن اللي موجودة في بيو كيو يحق له إن هو يتعامل أمر تغيير. طب ينفع حضرتك نسمي السؤال بتاعك ما هي حدود مسؤوليات المقاول عن التصميم؟ تمام ممكن. بس كده حدود جميل حدود مسؤوليات المقاول عن التصميم هي كالتالي لو دخلتوا حضرتك على كلكم على السلايد شير وعلى اليوتيوب يمكن تلاقوا لي المشاركات بتاعت في المؤتمرات مكتوب التصميم في العقد الديزاين بيد بيلد الفيديك الاحمر على سبيل المثال ديزايند باي امبلوير designed by employer المقاول يمسك المشروع يراجعه في ايام يراجعه بدون ما يصرف عليه فلوس غير طبيعيه قبل التعاقد قبل التندر يراجعه المراجعه الخاصه بمقاول ممارس وليس مقاول مصمم بمعنى ايه بمعنى انه ياخد باله ان العمود ده مستحيل يبقى 20 سم ده على الاقل متر من 20 سم الى متر اي مهندس خريج 15 سنين هيجيبها انما ما تقوليش المقاول كان لازم ياخد باله يقول ده مش 30 ده 35 لا مش ده المطلوب من المقاول في الديزاين بيت بيلد التكييف كذلك لو غرفة ما فيهاش تكييف خالص يبقى هو كده اخطأ في مراجعة الديزاين لو صالة كبيرة مكتوب فيها مكيف الهورس باور ولا حاجة حصان ونص الحصان ونص ولا 18000 بي تي يو ما تنفعش الا في اوضه 3x3 الناس دي حتى حصان ونص الفصل دراسي بيقعد فيه 50 طالب هنا في هنا ياخد باله المقاول ياخد باله ان ما ينفعش 18000 بي تي يو في فصل 8 متر في عرض 4 دي خطا مقاول ممكن يكون مسؤول عنها انما انه يقول ال 24000 وحده تبقى 28000 وحده مش ده دوره مش ده دوره خالص هو ده مسؤوليه المقاول عن التصميم في عقود الديزاين بيت بيلد تمام مشكور يا دكتور شكرا جزيلا الله يبارك فيك مهندس محمد الصايغ واضح محمد الصايغ عندك سؤال ولا خلاص تنزل ايدك حد عنده اي سؤال يا باشمهندسين اي مهندسه ما فيش عندنا اي مشكله السلام عليكم وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته ازيك يا دكتور ازيك حضرتك الحمد لله رب العالمين شاكرين جدا يا سيدي وجزاك الله خير على المحاضره القيمه دي شكرا لله الله يبارك فيك يا دكتور معلش انا يمكن لم تتاح لي الفرصه ان انا احضر مع حضرتك من بدايه المحاضره لكن انا بتكلم على الجزئيه بتاعت ال 7 سم وال 10 سم والبريوريتيز بتاعت البروجكت دوكيومنتس والكلام ده فانا الكلام ده يعني قابلني في اثناء من خبراتي في الشغل يعني اكتر من مشروع ودايما كان بيحصل فيه كونفليكت على الموضوع ده والبريوريتي فين ومين الاول ومين الثاني وهكذا لكن كان التايب اوف كونتراكت هي اللي كان يعني بتبقى مشكله كبيره يعني في الكونتراكت اللي هو اللامب سام كونتراكت كان يمكن معقد شويه في التعامل بين المالك والكونسلتنت وبيعمل مشاكل كتيره قوي وخصوصا ان في الديسكريبشن بتاعت الكونديشن اوف ذا كونتراكت والكلام ده كان دايما بيذكرهم ان كل حاجة يعني لازم الموضوع لو ما كانش بالوضوح الكامل المقاول مسؤول مسؤولية كاملة الى اخر هذا الموضوع طبعا النقطة دي الجزئية دي كانت بتعمل مشكلة كبيرة جدا المقاول يعني سوري من اللفظ المقاول كده شايل الليلة على كتفه
في جميع الأحوال، ومطلوب منه إن هو كان زي ما حضرتك تفضلت وقلت من شوية، مطلوب منه إن هو يراجع في خلال فترة التندرينج بيرويد بتاعت المشروع، وطبعا ده استحالة بأي حال من الأحوال، ويدي قرار، وخصوصا في الحاجات الصغيرة يعني زي 7 سنتي و10 سنتي مثلا على سبيل المثال يعني. طبعا المقاول عمره ما هيدي القرار على الحاجات البسيطة دي، لكن الحاجات الكبيرة الواضحة زي ما حضرتك تفضلت وقلت أنا متفق معك تماما. في الحالة بتاعت العشرة سنتي أنا شايف أو رأيي الخاص أو اللي أنا نفذته قبل كده في المشاريع الشغل بتاعي، الحاجات الصغيرة اللي زي ديت البريوريتي بتقول إن الدروينجز والسبيكس هي المتقدمة وهي الأكثر وضوحا، والبريوريتي بتاعتها أول وبعدين بعد كده البي أو كيو. لكن يعني في السيفتي بتاعت البيلدينج والديزاين بتاع البيلدينج زي ما حضرتك قلت الانتجريشن، فعلا الديزاين بتاع البيلدينج هو اللي بيحكم في الاخر. الفرق اذا كان بسيط احنا بنقوله 10% في خلال في حدود ال 10% 15% في الرينج ده، لو زاد عن كده بشكل كبير لا يبقى ساعتها في وقفه، والمقاول المفروض ياخد التعويض المناسب لهذا الموضوع ده طبقا بقى النيجوشيشن بين الاطراف كلها. نعمل زي اد هوك ميتنج خاص بالجزئيه ديت ونوصل لقرار. يعني دي رؤيتي للموضوع. هو كلامك تعاقديا معقول ولكن تنفيذيا صح 100%، ان احنا لو تمسكنا بالكونتراكت وقلنا انتجريشن ويفسر بعضها بعضا حتى مش هنتكلم الفرق ده كام، حتى لو الفرق أضعاف 7 و10 دي لو هي 7 و7 إلى 50 برضو هنتمسك بالإنتجريشن. ولكن وإحنا بننفذ اللي أنا بقوله بقى هنجد ممانعة كبيرة وخسائر قائلة هتقع عند المقاول. بناء علينا نفكر في الطريقة اللي أنا قلت عليها من شوية برضو اللي اسمها إكس جراتيا كليم، يعني التعويض أو الجولد بليتنج العكسي أو التعويض للمقاول بين السطور بدون الاعتراف. يعني حتى لو هندفع للمقاول موأمة ما تعترفش كمالك أو كاستشاري إن المقاول ليه حق، أنت تفهمه إنها منحة وليست استحقاق. شكرا لك يا باشمهندس. حضرتك سامعني؟ أيوة. هو بس استفسار الموضوع بتاع اللي هي التكييفات اللي في الفصول. ايوه. النهارده انا لو عندي حجم الفصل صغير على التكييف، كبير على التكييف، تمام؟ ايوه. المفروض ان انا بقدم السبميتال، يعني لما باجي اورد الحاجه دي للمالك المفروض ان انا بقدم الحاجه دي السبميتال بتاعي عشان يعتمد قبل التوريد. فهل ده ينفي؟ نعم اكيد. طيب انا مفروض انا كمقاول انا براجع التصميم بتاع المالك، يعني هو المالك هو اللي مصمم وانا براجع تصميمه، غلطت وما طلعتش ان في اخطاء، بس النهارده لما قدمت الحاجه دي عشان تعتمد من استشاري المالك، المسؤوليه ما اتنقلتش على استشاري المالك تاني؟ لا مفيش الكلام ده، مفيش حاجه تتنقل على استشاري المالك، اقصى حاجه تتنقل عليه المسؤوليه المشتركه. المقاول بالذات دائم المسؤوليه. لو قريت البند الكلوز 3 الانجينير هتلاقي ان ايه، ان اعتماد المهندس لا يعني اخلاء مسؤوليه المقاول. ايه رايك؟ اعتماد المهندس لا يعني اخلاء مسؤوليه المقاول بالمره. انت ناسي الديسكليمر اللي بيختم بيه الاستشاري كل مره؟ للاسف مش بس انا بتكلم يعني هو الحاجه تصميم لا يبرئك، الامر لا يبرئك، وان كنت انا كمالك هتعامل مع الاستشاري بطريقتي واخد منه تعويض لو عايز او انما حضرتك لازم المقاول هيستمر في المسؤوليه للنهايه. تمام. انا وردت الحاجه، انا ما عنديش مشكله، انا وردت الحاجه زي ما المالك طالبها في الـ وردت الحاجه زي ما المالك طالبها في المواصفات. طيب تمام. هي الفكره ان انا كل ما باجي اسلم مش عارفه احقق اللي هي النسب الضوضاء والحراره اللي مطلوبه، فالموضوع ده بينتج عنه
تأخر في التسليم بتاعي، فالوضع يبقى إيه؟ يا حضرتك عملتي التزمت بالعقد بمنطوق بنود العقد تماما والاستشاري وقع. أيوة. بالظبط. قريتي مسؤوليتك عن التسليم في اي مكان؟ قريتي مسؤوليه المقاول؟ نعم. قريتي مسؤوليه المقاول عن التصميم في اي مكان؟ لا، هو التصميم مش بتاعي اصلا، هي مراجعه التصميم هي المفروض عليا، يعني انا المفروض اراجع التصميم مكتوب مراجعه، لكن انا التصميم مش بتاعي. هل الجزئيه البسيطه دي، هل الجزئيه البسيطه دي بصفتك مهندسه فنيه في الجزئيه دي تعني انك تراجع مراجعه كامله لازم تعملي موديل حسابي؟ لو عندك في الشركه مهندس خبير تكييفات سنه 55 سنة، تمام، شاطر، يجيب الغلطه دي بدون ما يعمل اي حاجه بالكالكوليتر، بدون ما يستعمل برنامج كمبيوتر بخبرته؟ تمام. مش هو الفكره ان احنا لما يعني ما هي العروض اللي انا جايباها دي برضو بكون جايباها من شركات متخصصه في مجال التكييف. يعني شركات شغلتها اصلا التكييف، يعني المفروض ان هي بتعمل كالكوليشن شيتس على الحاجات اللي موجوده، على المساحات اللي موجوده عندي. طيب بالمناسبه ليه بقى ما طلعتش الاخطاء دي؟ ما طلعتش الاخطاء. ما هو اللي حصل ان هي ما طلعتش الاخطاء، ونتج عن كده ان احنا بالفعل الحاجه دي اتوردت. يعني خطا اخطاوا يعني خلينا الاول، احنا دلوقتي خارج المشكله، ما احنا انا مش فرد. هل تمام. الشركه اعترفت لك انها اخطات؟ لا، الشركه ما اعترفتش انها اخطات. طب انت توصلتي كده ولو لان انا كل ما باجي يعني كل ما باجي عشان اسلم المشروع بتاعي المفروض ان بيتعمل زي اختبارات للضوضاء ودرجات الحراره والحاجات دي. هو بيرفض الاختبارات دي، نتيجتها ان في درجه ضوضاء عاليه وفي درجه حراره قليله، في درجه حراره قليله مخالفه لمواصفات العقد. لا، انا ملتزمه بمواصفات العقد. انا ملتزمه بمواصفات، مخالفه للكود، مخالفه للكود. ايوه، مخالفه للكود. ايوه، الـNFPA. أيوة. ورد بالعقد بصورة أو بأخرى. الأكواد العالمية. فنتج عن كده بالظبط، ونتج عن كده تأخر التسليم ده 5 سنين. تأخر التسليم لأن هو رافض يستلم بالدرجة دي. لا، هو مش يتأخر. درجات الحرارة. هو مشروع مكيفات فقط؟ لا لا لا، ده مشروع مبنى تعليمي. واستلم كل شيء وموقف المكيفات ولا موقف كل المشروع؟ لا، هو زي استلامات جزئيه. وعمل بينيفيشال اوكيوبانسي واداكي شهادات استلام جزئيه. بالظبط. طيب بس طبعا انا مش قادره ان انا يعني انا الاستلامات الجزئيه دي المفروض ان انا اسلم كلي واسلم المشروع النهائي. مش عارفة أعمل الخطوة دي نتيجة لأن أنا يعني مش عارفة أعمل، يعني في درجة ضوضاء مش عارفين إن إحنا نوصل لها. ما إحنا مش مهندسة، إحنا اتفقت معاكي دلوقتي إن أنت مخالفة NFPA، مخالفة للعقد. تمام. عايزين مخالفة للكود. الكود هو في العقد. الكود في العقد. تمام. على أساس إن هو أحد مستنداته. أنا مخالف للعقد. عايز اصلح، انا عايز اصلح، اتفق مع المالك يخصم نسبه، يا اما مصر يرفض العمل. لو جبنا كود تاني، لو جبنا حضرتك مش انشائي، مهندسه كهرباء او ميكانيكا؟ ميكانيكا. انت عارفه يا باشمهندسه في الانشائي، لما نكتشف ان العمود ان سيف حسب الكود المصري، يقوم المقاول يروح يعمل ديزاين على 3-4 اكواد اخرى. لو طلع كود واحد سيف، المحكمه تحكم له ان المبنى سيف. فاذا كان عند حضرتك يعني انا شغلك سيف ومقبول، تقول له ده في الكود الصيني مقبول والكود الامريكي مقبول، فقط الـNFPA هو اللي مش مقبول، الموضوع ما يبقاش
ان انا اطلب منك تغيري جميع المكيفات بالبساطه دي طالما في كود بيوافقك حتى لو من خارج العقد. في حاجه اسمها تمام. كويس تحتيها. خليني اقول لك دي حلها فين يا باشمهندس. دي حلها القانوني في حاجه اسمها استخدام الحق بتعسف. استخدام الحق بتعسف يعني ايه؟ استخدام الحق هو حقه ال NFBA. انا طبعا هرجع لك يا دكتور ابراهيم ثواني بس. حقه ال NFBA حقه. طيب لو طبقنا ال NFBA هيستفيد ايه المالك؟ هيستفيد خلينا ترجمها لفلوس، هيستفيد مليون. تمام. طب المقاول هيخسر كام؟ المقاول هيخسر 10 مليون. لا كده ده استخدام حق بتعسف. لو المقاول هيخسر كمان مليون او مليون ونص 2 مليون والمالك هيستفيد مليون ممكن اقول لك القاضي مش هيحكم لك حاجه. انما لو موضوع النويز درجه الحراره مساله شياكه في الكود بس والدنيا ماشيه والطلبه بيقعدوا والتصميم على درجه الحراره على درجه حراره ولا امبيانت تمبريتشر عمرها ما بتحصل في مصر يبقى كده الملك بيستخدم حقه بتعسف. تمام تمام شكرا جدا جدا دكتور. شكرا لحضرتك. شكرا. اتفضل يا دكتور ابراهيم. خليكي معانا يا باشمهندسه نسمع دكتور ابراهيم مع بعض. تمام. السلام عليكم يا دكتور. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. شرفتني يا دكتور ابراهيم. اهلا. الله يبارك سعادتك. الله يبارك فيك. جزاكم الله في خير وطبعا منورنا. انا كلام المهندسه يعني معترض عليه لان التكنيكال تيم عندها قبل ما بيبتدي ينفذ اي شيء بيعمل هيدروليك كالكوليشن على الاتش باك كله بيبتدي يطلع الاستاتيك بريشر ويطلع كل الكالكوليشن ويبتدي يطلع النويزي وكل الكلام ده كله الامبلمنتد اوريدي اثناء التنفيذ ويعمل سيلكشن عليها. يبقى الغلطه جايه من المكتب الفني اللي خد سيلكشن غلط وبالتالي النويزي دي ظهرت بعد كده لا في ايزوليشن فايبريتور ولا في اي سيستم عنده يقدر يبقى نويزي في مكان ونويزي في مكان ثاني. فالغلطه غلطه مقاول دي مش عليها خلاف. انا مع حضرتك موضوع الحق بتعسف والكلام ده كله بقيت سعادتك فيها برضو. بس في حل ان انا يعني زي ما بقول كده شبه حل ودي مع اداره المشروعات عند المالك ان يتعمل حاجه اسمها كالكوليشن للنويزي للنويز نفسها بديسيبل معين ابليكابل للساوند بتاعه البشر اللي قاعدين في اللاب ولا في الكلاس والكلام ده كله بحيث انه بيتركب ساوند انتونوميترز عند جريلات معينه وعند مين لاين معينه والباشمهندسه فهماني طالما هي ميكانيكا. فبناء على كده هيبقى في كوست معين هتخسره كمقاول بس هيتحل عشان يرضي المالك ما يبقاش لانه طول ما هو رايح جاي مش هيسلم مشروع ومن حقه ما يسلمش المشروع. شكرا دكتور ابراهيم الامر واضح واشكرك على الاضافه الكبيره دي. مش مهندسة الملك حكومي بالمناسبة؟ لازم حضرتك رئيس مجلس الإدارة عندكم يتوجه للوزير فورا أو رئيس الهيئة. لازم يتوجه يعمل اجتماعات على هذا المستوى ويعوض. الحكومة لازم من حقها برضو تاخد مستندات المرفق العام تقفلها عشان التفتيش. فمش عيب بس لازم توصل لرئيس مجلس الإدارة. شكرا مش مهندسة وإن شاء الله نتشرف بيكم في لقاءات أخرى كتير. أنا ما زلت متاح لو في حاجة يعني. والسلام عليكم. شكرا لك. شكرا لك. أشكركم جميعا. إن شاء الله نلتقي لو لنا عمر في محاضرات قادمة بإذن الله رب العالمين. واللي عايز مني حاجة على على أي وسائل الاتصال وإن شاء الله بكرة السلايد وكمان والجولدن برنسبلز للجميع. شكرا لكم يا باشمهندسين والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. والسلام عليكم. السلام ورحمه الله وبركاته.